بسم الله الرحمن الرحيم. تفتتح الجلسة وتتلى أسماء الأعضاء ثم أسماء المعتذرين عن جلسة اليوم والقائمين عن الجلسة الماضية دون إذن أو إخطار. أحمد حاجي لاري حاضر، أحمد عبد المحسن المليفي حاضر، أحمد يعقوب باقر حاضر، بدر فهد الدويلة غير موجود، جابر خالد الصباح غير موجود، جابر سعد العازمي حاضر، جابر مبارك الصباح غير موجود، جاسم محمد الخرافي حاضر، دكتور حسن عبد الله جوهر غير موجود، حسين علي القلاف حاضر، دكتور حسين قويعان المطيري حاضر، حسين ناصر الحريتي حاضر، خلف دميثير العنزي غير موجود، رجح جيلان المطيري حاضر، روضان عبد العزيز الروضان غير موجود، سعد علي الرشيدي غير موجود، صالح أحمد الملة غير موجود، صالح أحمد عاشور، صالح أحمد عاشور غير موجود، صالح محمد الملة غير موجود، صباح خالد الصباح حاضر، دكتور ضيف الله فضيل برمية حاضر، عادل عبد العزيز الصرعاوي حاضر، عبد الرحمن خالد الغنيم حاضر، عبد العزيز حمد الشايجي حاضر، عبد اللطيف عبد الوهاب العميري حاضر، عبد الله حشر البرغش حاضر، عبد الله فالح راعي الفحمة، عبد الله فالح راعي الفحمة غير موجود، عبد الله يوسف الرومي حاضر، عبد الواحد محمود العوضي حاضر، عدنان سيد عبد الصمد حاضر، عصام سلمان الدبوس غير موجود، دكتور علي حمود الهاجري حاضر، دكتور علي صالح العمير حاضر، علي فهد الراشد حاضر، علي محمد البراك حاضر، دكتور فاضل صفر علي حاضر، فهد هيسان الميع حاضر، دكتور فيصل علي المسلم حاضر، فيصل محمد الحجي حاضر، مبارك محمد الوعلان حاضر، محمد براك المطير غير موجود، محمد جاسم الصقر حاضر، دكتور محمد حسن الكندري حاضر، دكتور محمد سليمان رشيدي حاضر، دكتور محمد صباح السالم حاضر، محمد عبد الله العبد الجادر حاضر، محمد عبد الله العليم حاضر، محمد فالح العبيد حاضر، دكتور محمد هادي الحويلة حاضر، مخلد راشد العازمي غير موجود، مخلد راشد العازمي حاضر، مرزوق علي الغانم حاضر، مرزوق فالح الحبيني، مرزوق فالح الحبيني غير موجود، مسلم محمد البراك، مسلم محمد البراك حاضر، مصطفى جاسم الشمالي حاضر، دكتورة موضي عبد العزيز الحمود حاضرة، ناصر محمد الأحمد الصباح حاضر، دكتور ناصر جاسم الصانع حاضر، ناصر فهد الدويلة حاضر، نورية صبيح الصبيح حاضرة، جابر مبارك الصباح حاضر، جابر خالد الصباح حاضر، بدر فهد الدويلة حاضر، محمد هايف المطيري مرزوق الحبيني حاضر، أسماء السادة الأعضاء المعتذرين عن عدم حضور جلسة يوم الخميس الموافق 26/6/2008، السيد العضو أحمد عبد العزيز السعدون، السيد العضو دكتور جمعان ظاهر الحربش، السيد العضو خالد سلطان بن عيسى، السيد العضو عبد الله مهدي العجمي، السيد العضو علي سالم الدغباسي، السيد العضو دكتور وليد مساعد طبطبائي. جلستنا اليوم هي امتداد لجلسة الأمس
حيث أنهى المجلس بجلسة الأمس مناقشة المراسيم بقوانين الخاصة بالميزانيات، واليوم سيتم التصويت عليها، علماً بأن المادة 114 من اللائحة الداخلية نصت على أن يصوت المجلس على المراسيم بقوانين بالموافقة أو الرفض، ولا يكون رفضها إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. والآن التصويت نداء بالاسم. في اقتراح؟ يا جماعة أرجو الانتباه، في اقتراح قبل لا أتلي طلب النداء، طلب التصويت، في اقتراح طلب تأجيل. سيد رئيس مجلس الأمة المحترم، تحية طيبة وبعد. يا جماعة أرجوكم انتبهوا. لما بلغت الميزانية لعام 2008-2009 مبلغ 18,966,000,000 دينار، وهي الأكبر بتاريخ الكويت، ولما كانت لجنة الميزانيات والحساب الختامي قد شكلت في الجلسة الأولى للمجلس الموقر التي عقدت في 1/6/2008، وأن المجلس قرر مناقشة الميزانية في 26/6/2008، ولم يكن في استطاعة اللجنة دراسة تلك المراسيم وإعداد تقاريرها في شأنها، ولما كان المفروض أن لا ينظر المجلس هذه المراسيم بقوانين إلا بعد أن تقدم اللجنة تقاريرها في شأنها، عملاً بالمادة 112 من اللائحة الداخلية التي تنص على أن يحيل رئيس مجلس الأمة المراسيم بقوانين اللجان المختصة لإبداء الرأي فيها، وكان المتعذر على اللجنة دراسة جميع المراسيم بقوانين بربط الميزانيات للسنة المالية 2008-2009 خلال دور الانعقاد العادي الحالي، فإننا نقترح نحن الموقعين أدناء إرجاء النظر فيها إلى بداية دور الانعقاد القادم حتى تكون لدى اللجنة المدة الكافية لدراستها دراسة متعمقة وإنجاز تقاريرها عنها، علماً بأن ذلك لا يحول دون فض دور الانعقاد الحالي، حيث أنه لا يخضع المادة 85 من الدستور التي تنص على أن مدة دور الانعقاد لا تقل عن 8 أشهر، ولا يجوز فضه قبل اعتماد الميزانية، فهو لا يخضع حسب ما جرى عليه العمل في الفصول التشريعية السابقة منذ بدء الحياة النيابية عام 1963 لمدة 8 أشهر، كما أن المراسيم بقوانين التي صدرت بربط الميزانيات هي قوانين نافذة بذاتها، ولا يعطل نفاذها إرجاء المجلس نظرها والبت فيها. مقدم الاقتراح خالد السلطان بن عيسى، عبد العزيز الشاجي، دكتور محمد الكندري، عبد اللطيف العميري، دكتور حسين قويعان المطيري، أحمد عبد المحسن المليفي، صالح محمد الملا، روضان عبد العزيز الروضان، دكتور جمعان الحربش، سيد حسين القلاف. حاعطي مؤيد ومعارض. منو اول اسم من جايك مسلم على الموضوع نفسه؟ اي لحظه، عبد العزيز الشاجي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا اخي الرئيس. حقيقه تقدمنا بهذا الاقتراح بعد ان تعثر على لجنه الميزانيات نظرا لضيق الوقت وقصر فترة انعقاد اللجنة، وكذلك ضخامة حجم الميزانية، وبالنظر إلى وأيضا تحت نظر اللجنة المادة 85 ومقدم الاقتراح المادة 85 من الدستور، والخاصة بفض دور الانعقاد ومدة دور الانعقاد محددة ب8 أشهر، وكذلك بإقراء الميزانية، وحيث أن الميزانية صدرت مرسوم فهي ميزانية قائمة بذاتها ونافذة، ولا يمكن أن تعطل أعمال التنموية التي تقررها الحكومة، وهي كذلك يجب أن يتخذ فيها القرار أما بالرفض وأما بالقبول، وحيث أنه أيضا تعثر على اللجنة خلال هذين الأسبوعين الماضيين النظر في جميع الميزانيات، وكذلك تعثر علينا إعداد التقرير، فشبهة تعطيل المشاريع غير موجودة في هذه الميزانية أخي الرئيس، حيث أن الحكومة باستطاعتها أن تقوم، ونحن نشجعها على ذلك، بجميع المشاريع التنموية بالذات التي ليس فيها خلاف. وأنا أحب أن ألفت النظر أن هناك زيادة أكثر من 1,000,000 دينار عن الميزانية المقدمة في دور الانعقاد الماضي أو في المجلس الماضي، فمن هذا الأساس طلبنا تأجيل النظر إلى دور الانعقاد القادم
لكي يتبين للمجلس أوجه الخلل ويتبين للمجلس أيضا أسباب الزيادة، وأيضا يجب على اللجنة أن تضع ملاحظاتها لكي يطلع عليها المجلس وتأخذ قراره فيها. وشكرا أخي الرئيس. شكرا أخي عبد العزيز. أعطي واحد معارض، تفضل عادل صرعاوي وساساوت. شكرا شكرا الأخ الرئيس. الأخ الرئيس يعني استمعت بإنصات للمقترح اللي قدم من الأخوة الأعضاء مع تقديرنا واحترامنا لوجهة نظرهم، لكن هم ربطوا قضية التأجيل في حجم المبلغ وقضية دراسة هذه المشاريع. وأنا اللي أحب أني أكد عليه بأن اللجنة أساسا لا تتحمل موضوع تفاصيل هذه الأرقام، اللجنة معنية بالنظر في وجود مرسوم ضرورة من عدمه، وبالتالي ليست معنية بدراسة هذا المبلغ 19 مليار تكون مقتنعة فيه ولا لا، لأن فيما لو رأت اللجنة بأن هذا المبلغ هناك في مبالغات أو زيادات وتقترح اللجنة التخفيض في ظل مرسوم الضرورة هذا لا يجوز، فأما المرسوم يقبل وأما يرفض، وبالتالي التأجيل لمزيد من الدراسة ليس له علاقة في القرار نفسه. يعني إذا افترضنا الآن أن الميزانية 5 مليارات وإحنا مقرين بدقة هذه الأرقام لكن ليست هناك ضرورة، يرفض هذا المبلغ. وأيضا بالمقابل هناك مبالغ نعتقد فيها بعض المبالغات لكن واردة في ضمن مرسوم الضرورة، وبالتالي هناك مرسوم ضرورة أو هناك ضرورة لمصدور هذا المرسوم، وبالتالي يتم الموافقة على هذا المرسوم. هذا من جانب. من جانب آخر، تأجيل هذا المشروع يعني لمزيد من الدراسة، وفيما لو رأت اللجنة أن هناك تخفيض، شنو التوقع بالنسبة لمقدم الاقتراح أن يكون التصور؟ هل ستعرض يعرض تقرير بأن الميزانية 19 مليار ونقترح تخفيضها؟ هذا لا يجوز. الجانب الآخر، هناك إقرار الأخ الرئيس من الأخوة مقدمي الاقتراح بأن هذا المرسوم أساسا يعني الميزانية قائمة ومعمول فيها، وبالتالي لا تعطل مشاريع التنمية. إذا كان هناك مثل هذا الإقرار، وسنجتمع إحنا في 16/10 في بداية دور الانعقاد، اللجنة راح تجتمع مع الجهات الحكومية حتى تتحقق من التثبت من هذه الأرقام، وبالتالي معناته حسب ما جرت على العادة في اللجنة أن تستدعى كل الجهات الحكومية، قطاع البترول ومؤسسات الملحقة والمستقلة، وبالتالي قد نحتاج إلى وقت، قد نصل إلى شهر 12، ووصولنا إلى شهر 12 معناته تقريبا 70-80% من الميزانية قد نفذ، وبالتالي فيما لو ارتأينا إذا كان هناك قرار بأن تأجيلها لا يؤخر تنفيذ المشاريع، وبالتالي راح تنفذ هذه المشاريع، وإذا جينا شهر 12 قلنا لا والله هناك تخفيض واحنا مقررين ان من حقهم ينفذون، انا اعتقد احنا نقع في حرج والحكومه ستقع في حرج. هذا من جانب. من جانب اخر، سيتزامن دراسه هذه المشاريع مع مشروع الميزانيه القادمه للدوله اللي هي 2009-2010، وبالتالي ستجد نفسها اللجنه في فتره من الفترات ان هناك مشروعين ميزانيه فيما لو تاخرت بعض المعلومات من الجهات الاخرى. ناهيك على ان الان المشروع الجديد سيقدم وفق برنامج عمل الحكومه الجديد اللي سيكون في شهر 10 القادم. هذه الميزانية موجودة من ضمن برنامج عمل الحكومة السابقة، وبالتالي في حال رفضه مثلا برنامجين، في حال رفضه ستكون الحكومة الآن أو سيقع حتى المجلس في حرج فيما لو قررت هذه الميزانية وفق برنامج عمل الحكومة الجديد، فإحنا قاعد نكلف الحكومة الحالية في برنامج عمل الحكومة السابقة. ولذلك أنا أعتقد مع تقديري بأن مرسوم الضرورة يعني ينطبق مفهوم المادة 71 بالضرورة على مثل هذا المبلغ، وأيضا من جانب آخر قد يكون هناك تصور بأن مرسوم الضرورة يتعارض مع المادة 71 اللي تتكلم إن ما يجوز أن تكون على أن تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية. ووجهة نظري المتواضعة في هذا الصدد الأخ الرئيس هي أن لو أن المجلس في يوم حل في شهر 3 كانت ميزانية الدولة مقررة ونافذة، وأتي الحكومة في فترة الحل تصدر مرسوم ضرورة يعدل على مشروع الميزانية، هذا اللي سيقعنا في حرج في قانون الميزانية. فبالتالي الآن الضرورة تنطبق على إنشاء هذه الميزانية، وبالتالي الآن ليست هناك تعارض حتى مع موارد في عجز المادة في أن والله أي تقديرات لها علاقة في تعديل على قانون الميزانية القائم. ولذلك أنا أعتقد في كل الأحوال مع تقدير الأخوان يجب أن لا نحمل لجنة الميزانية دراسة 19 مليار ونحملها مسؤولية الموافقة من عدمه. اللجنة معنية بدراسة موضوع الضرورة من عدمه، وبالتالي المجلس يعني يرى ما يراه في هذا الجانب. لذلك أنا أرى أن هناك انطباق لمرسوم الضرورة على مشروع الميزانية أو مرسوم الميزانية. شكرا.
الآن المطلوب التأجيل، فقبل أن أصوت على الرفض والقبول. تفضل حاضر. حكومة تريد أن تبدي رأيها. تفضل حاضر. يعني ما أفهم يعني سبب استجابة. تفضل. خير رئيس، مع كامل تقديري للآراء كلها الحي، الحكومة ترى أن فعلًا مراسيم الضرورة من ضمنها الميزانية إذا استدعت الحاجة لذلك. مثل ما ذكر الأعضاء المحترم الأستاذ عادل الصرعاوي، الحقيقة الموضوع فعلا كانت حتى من الضرورة، بس إضافة بسيطة لما ذكر السيد العضو أن الميزانية لها مواقيت محددة في الدستور. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن الميزانية تصوت عليها مداولة واحدة ولا يصوت عليها مداولتين. بعنا ذلك أن الميزانية مختلفة عن كل القوانين الأخرى. على كل حال أخي الرئيس، قوانين الإراء كلها مختلفة. صوت أخي الرئيس كيف هذا؟ الآن المطلوب تأجيل التصويت إلى الدور بداية الدورة القادمة. الموافق يرفع إيده. موافق يرفع إيده. خلونا نخلص. اثنعش من 54 غير موافقة على التأجيل. جلستنا اليوم هي امتداد لجلسة الأمس، حيث أنهى المجلس بجلسة الأمس مناقشة المراسيم بقوانين الخاصة بالميزانيات، واليوم سيتم التصويت عليها، علما بأن المادة 114 من اللائحة الداخلية نصت على أن يصوت المجلس على المراسيم بقوانين بالموافقة أو الرفض، ولا يكون رفضها إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. والآن يجري التصويت نداء بالاسم على المرسوم بقانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2008-2009. تفضل نداء بالاسم. ها خلنا نمشي. احمد حاجي لاري موافق. احمد عبد المحسن مليفي ممتنع. احمد يعقوب باقر موافق. بدر فهد دويله موافق. جابر خالد الصباح موافق. جابر سعد العازمي موافق. جابر مبارك الصباح موافق. دكتور حسن عبد الله جوهر غير موجود. حسين علي القلاف موافق. دكتور حسين قويعان المطيري ممتنع. حسين ناصر الحريتي موافق. خلف دميثير العنزي غير موجود. رجح جيلان المطيري موافق. روضان عبد العزيز الروضان غير موافق. سعد علي الرشيدي غير موجود. صالح أحمد عاشور غير موجود. صالح محمد الملة غير موجود. صباح خالد الصباح موافق. دكتور ضيف الله فضيل برمية غير موافق. عادل عبد العزيز الصرعاوي موافق. عبد الرحمن خالد الغنيم موافق. عبد العزيز حمد الشايجي ممتنع. عبد اللطيف عبد الوهاب العميري غير موافق. عبد الله حشر البرغش غير موافق. عبد الله فالح راعي الفحمة موافق. عبد الله يوسف الرومي ممتنع. عبد الواحد محمود العوضي موافق. عدنان سيد عبد الصمد غير موافق. عصام سلمان الدبوس غير موجود. دكتور علي حمود الهاجري غير موافق. دكتور علي صالح العمير موافق. علي فهد الراشد موافق. علي محمد البراك موافق. دكتور فاضل صفر علي موافق. فهد هيسال ميع موافق. دكتور فيصل علي المسلم غير موافق. فيصل محمد الحجي موافق. مبارك محمد الوعلان غير موافق. محمد براك المطير موافق. محمد جاسم الصقر موافق. دكتور محمد حسن الكندري غير موافق. دكتور محمد سليمان الرشيدي ممتنع. دكتور محمد صباح السالم موافق. محمد عبد الله العبد الجادر موافق. محمد عبد الله العليم موافق. محمد فالح العبيد غير موافق. دكتور محمد هادي الحويلة ممتنع. محمد هايف المطيري غير موافق. مخلد راشد العازمي موافق. مرزوق علي الغانم موافق. مرزوق فالح الحبيني غير موافق. مسلم محمد البراك غير موافق. مصطفى جاسم الشمالي موافق. دكتورة موضي عبد العزيز الحمود موافقة. ناصر محمد الأحمد الصباح موافق. دكتور ناصر جاسم الصانع
موافق. ناصر فهد لدويلة، موافق. نورية صبيح الصبيح، موافقة. دكتور وليد مساعد طبطباي، غير موافق. جاسم محمد الخرافي، موافق. الحضور 54، موافقة 34، عدم موافقة 14، امتناع 6، موافقة وتحال الحكومة. والآن ننتقل إلى التصويت نداء بالاسم على المرسوم بقانون بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2008-2009. نداء بالاسم، تفضل. التوصيات بعدين، تفضل. أحمد حاجي لاري، موافق. أحمد عبد المحسن المليفي، ممتنع. أحمد يعقوب باقر، موافق. بدر فهد لدويلة، موافق. جابر خالد الصباح، موافق. جابر سعد العازمي، موافق. جابر مبارك الصباح، موافق. دكتور حسن عبد الله جوهر، غير موجود. حسين علي القلاف، موافق. دكتور حسين قويعان المطيري، موافق. حسين ناصر الحريتي، موافق. خلف دميثير العنزي، غير موجود. رجح جيلان المطيري، موافق. روضان عبد العزيز الروضان، غير موجود. سعد علي الرشيدي، غير موجود. صالح أحمد عاشور، غير موجود. صالح محمد الملة، غير موجود. صباح الخالد الصباح، موافق. دكتور ضيف الله فضيل برمية، غير موافق. عادل عبد العزيز الصرعاوي، عادل عبد العزيز الصرعاوي، موافق. عبد الرحمن خالد الغنيم، موافق. عبد العزيز حمد الشايجي، غير موافق. ممتنع. عبد اللطيف عبد الوهاب العميري، غير موافق. عبد الله حشر البرغش، غير موافق. عبد الله فالح راعي الفحمه، موافق. عبد الله يوسف الرومي، موافق. عبد الواحد محمود العوضي، موافق. عدنان سيد عبد الصمد، غير موافق. عصام سلمان الدبوس، غير موجود. دكتور علي حمود الهاجري، موافق. دكتور علي صالح العمير، دكتور علي صالح العمير، موافق. علي فهد الراشد، موافق. علي محمد البراك، موافق. دكتور فاضل صفر علي، موافق. فهد هيسان ميع، موافق. دكتور فيصل علي المسلم، غير موافق. فيصل محمد الحجي، موافق. مبارك محمد الوعلان، غير موافق. محمد براك المطير، موافق. محمد جاسم الصقر، موافق. دكتور محمد حسن الكندري، موافق. دكتور محمد سليمان رشيدي، موافق. دكتور محمد صباح السالم، موافق. محمد عبد الله العبد الجادر، موافق. محمد عبد الله العليم، موافق. محمد فالح العبيد، غير موافق. دكتور محمد هادي الحويلة، غير موافق. محمد هايف المطيري، غير موافق. مخلد راشد العازمي، موافق. مرزوق علي الغانم، موافق. مرزوق فالح الحبيني، غير موافق. مسلم محمد البراك، غير موافق. مصطفى جاسم الشمالي، موافق. دكتورة موضي عبد العزيز الحمود، موافقة. ناصر محمد الأحمد الصباح، موافق. دكتور ناصر جاسم الصانع، موافق. ناصر فهد لدويلة، موافق. نورية صبيح الصبيح، موافقة. دكتور وليد مساعد طبطبائي، غير موافق. جاسم محمد الخرافي، موافق. روضان عبد العزيز الروضان، غير موافق. الدكتور حسن عبد الله جوهر، ممتنع.
الحضور 55، موافقة 39، عدم موافقة 13، امتناع 3، موافقة وإحالة الحكومة. الآن ننتقل إلى التصويت نداء بالاسم على المرسوم بقانون بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2008-2009. تفضل نداء بالاسم. خلهم. أحمد حاجي لاري، موافق. أحمد عبد المحسن المليفي، ممتنع. أحمد يعقوب باقر، موافق. بدر فهد دويلة، موافق. جابر خالد الصباح، موافق. جابر سعد العازمي، جابر سعد العازمي غير موجود. جابر مبارك الصباح، موافق. دكتور حسن عبد الله جوهر، ممتنع. حسين علي القلاف غير موجود. دكتور حسين قوعان المطيري، موافق. حسين ناصر الحريتي، موافق. خلف دميثير العنزي غير موجود. رجح جيلان المطيري، موافق. روضان عبد العزيز الروضان غير موافق. سعد علي الرشيدي غير موجود. صالح أحمد عاشور غير موجود. صالح محمد الملة غير موجود. صباح الخالد الصباح، موافق. دكتور ضيف الله فضيل برامية غير موافق. عادل عبد العزيز الصرعاوي، موافق. عبد الرحمن خالد الغنيم، موافق. عبد العزيز حمد الشايجي، ممتنع. عبد اللطيف عبد الوهاب العميري غير موافق. عبد الله حشر برغش غير موافق. عبد الله فالح راعي الفحمة، موافق. عبد الله يوسف الرومي، موافق. عبد الواحد محمود العوضي، موافق. عدنان سيد عبد الصمد غير موافق. عصام سلمان الدبوس غير موجود. دكتور علي حمود الهاجري، موافق. دكتور علي صالح العمير، موافق. علي فهد الراشد، موافق. علي محمد البراك، موافق. دكتور فاضل صفر علي، موافق. فهد هيسال ميع، موافق. دكتور فيصل عيل مسلم غير موافق. فيصل محمد الحجي، موافق. محمد مبارك محمد الوعلان غير موافق. محمد براك المطير، موافق. محمد جاسم الصقر، موافق. دكتور محمد حسن الكندري، موافق. دكتور محمد سليمان رشيدي، موافق. دكتور محمد صباح السالم، موافق. محمد عبد الله العبد الجادر، موافق. محمد عبد الله العليم، موافق. محمد فالح العبيد غير موافق. دكتور محمد هادي الحويلة غير موافق. محمد هايف المطيري غير موافق. مخلد راشد العازمي، موافق. مرزوق علي الغانم، موافق. مرزوق فالح الحبيني غير موافق. مسلم محمد البراك غير موافق. مصطفى جاسم الشمالي، موافق. دكتورة موضي عبد العزيز الحمود، موافقة. ناصر محمد الأحمد الصباح، موافق. دكتور ناصر جاسم الصانع، موافق. ناصر فهد الدويلة، موافق. نورية صبيح الصبيح، موافقة. دكتور وليد مساعد طبطبائي غير موافق. جاسم محمد الخرافي، موافق. موافق. 37. الحضور 53، موافقة 37، عدم موافقة 13، امتناع 3، موافقة وإحالة الحكومة. والآن ننتقل إلى تصويت نداء بالاسم على المرسوم بقانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2008-2009. نداء بالاسم. تفضل. أحمد حاجي لاري، موافق. أحمد المحسن المليفي، ممتنع. أحمد يعقوب باقر، موافق. بدر فهد دويلة، موافق. جابر خالد الصباح، موافق. جابر سعد العازمي، جابر سعد العازمي غير موجود. جابر مبارك الصباح، موافق. دكتور حسن عبد الله جوهر غير موجود. حسين علي القلاف غير موجود. دكتور حسين قويعان المطيري غير موجود. حسين ناصر الحريتي، موافق. خلف دميثير العنزي غير موجود. رجح جيلان المطيري، موافق. روضان عبد العزيز الروضان غير موافق. سعد علي الرشيدي غير موجود. صالح أحمد عاشور غير موجود. صالح محمد الملة غير موجود. صباح الخالد الصباح،
موافق دكتور ضيف الله فضيل برمية، غير موافق عادل عبد العزيز الصرعاوي، موافق عبد الرحمن خالد الغنيم، موافق عبد العزيز حمد الشايجي، عبد العزيز حمد الشايجي، العزيز عبد العزيز شايجي. ما يصير يقول بعدين. نعم ممتنع. ممتنع. عبد اللطيف عبد الوهاب العميري، غير موافق عبد الله حشر البرغش، غير موافق عبد الله فالح راعي الفحمة، موافق عبد الله يوسف الرومي، موافق عبد الواحد محمود العوضي، موافق عدنان سيد عبد الصمد، غير موافق عصام سلمان الدبوس، غير موجود دكتور علي حمود الهاجري، موافق دكتور علي صالح العمير، موافق علي فهد الراشد، موافق علي محمد البراك، موافق دكتور فاضل صفر علي، موافق فهد هيسان الميع، فهد موافق دكتور فيصل علي المسلم، غير موافق فيصل محمد الحجي، موافق مبارك محمد الوعلان، غير موافق محمد براك المطير، موافق محمد جاسم الصقر، موافق دكتور محمد حسن الكندري، موافق دكتور محمد سليمان رشيدي، موافق دكتور محمد صباح السالم، موافق محمد عبد الله العبد الجادر، موافق محمد عبد الله العليم، موافق محمد فالح العبيد، غير موافق دكتور محمد هادي الحويلة، غير موافق محمد هايف المطيري، غير موافق مخلد راشد العازمي، موافق مرزوق علي الغانم، موافق مرزوق فالح الحبيني، غير موافق مسلم محمد البراك، غير موافق مصطفى جاسم الشمالي، موافق دكتورة موضي عبد العزيز الحمود، موافقة ناصر محمد الأحمد الصباح، موافق دكتور ناصر جاسم الصانع، موافق ناصر فهد الدويلة، موافق نورية صبيح الصبيح، موافقة دكتور وليد مساعد طبطبائي، غير موافق دكتور حسين قويعان المطيري، موافق جاسم محمد الخرافي، موافق موافق. الحضور 52، موافقة 37، عدم موافقة 13، امتناع 2، موافقة وإحالة للحكومة. والآن التصويت نداء بالاسم على مرسوم بقانون بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2008-2009. نداء بالاسم، تفضل. أحمد حاجي لاري، موافق. أحمد عبد المحسن ليفي، ممتنع. أحمد يعقوب باقر، أحمد يعقوب باقر، موافق. بدر فهد الدويلة، موافق. جابر خالد الصباح، موافق. جابر سعد العازمي، غير موجود. جابر مبارك الصباح، موافق. دكتور حسن عبد الله جوهر، غير موجود. حسين علي القلاف، غير موجود. دكتور حسين قويعان المطيري، موافق. حسين ناصر الحريتي، موافق. خلف دميثير العنزي، غير موجود. رجح جيلان المطيري، موافق. روضان عبد العزيز الروضان، غير موافق. سعد علي الرشيدي، غير موجود. صالح أحمد عاشور، غير موجود. صالح محمد الملة، غير موجود. صباح الخالد الصباح، موافق. دكتور ضيف الله فضيل برمية، غير موافق. عادل عبد العزيز الصرعاوي، موافق. عبد الرحمن خالد الغنيم، موافق. عبد العزيز حمد الشايجي، ممتنع. ممتنع. عبد اللطيف عبد الوهاب العميري، غير موجود. عبد الله حشر البرغش، غير موافق. عبد الله فالح راعي الفحمة، موافق. عبد الله يوسف الرومي، موافق. عبد الواحد محمود العوضي، موافق. عدنان سيد عبد الصمد، غير موافق. عصام سلمان الدبوس، غير موافق. دكتور علي حمود الهاجري، موافق. دكتور علي صالح العمير، موافق. علي فهد الراشد، موافق. علي محمد البراك، موافق. دكتور فاضل صفر علي، موافق. فهد هيسان الميع، موافق. دكتور فيصل علي المسلم، غير موافق. فيصل محمد الحجي، موافق.
مبارك محمد الوعلان غير موافق، محمد براك المطير موافق، محمد جاسم الصقر، محمد جاسم الصقر، محمد جاسم الصقر موافق، دكتور محمد حسن الكندري موافق، دكتور محمد سليمان الرشيدي موافق، دكتور محمد صباح السالم موافق، محمد عبد الله العبد الجادر موافق، محمد عبد الله العليم موافق، محمد فالح العبيد غير موافق، دكتور محمد هادي الحويلة غير موافق، محمد هايف المطيري غير موافق، مخلد راشد العازمي موافق، مرزوق علي الغانم موافق، مرزوق فالح الحبيني، مرزوق فالح الحبيني غير موافق، مسلم محمد البراك غير موافق، مصطفى جاسم الشمالي موافق، دكتورة موضي عبد العزيز الحمود موافقة، ناصر محمد الأحمد الصباح موافق، دكتور ناصر جاسم الصانع موافق، ناصر فهد لدويلة موافق، نورية صبيح الصبيح، نورية صبيح الصبيح موافقة، دكتور وليد مساعد طبطبائي غير موافق، صالح محمد المولة موافق، عبد اللطيف عبد الوهاب العميري غير موافق، جاسم محمد الخرافي موافق. الحضور 54 موافقة 38 عدم موافقة 14 امتناع 2 موافقة وإحالة الحكومة. وننتقل الآن للتصويت على مرسوم بقانون بربط ميزانية بنك التسليف والادخار للسنة المالية 2008-2009. تصويت نداء بالاسم، تفضل. أحمد حاجي لاري موافق، أحمد عبد المحسن المليفي ممتنع، أحمد يعقوب باقر موافق، بدر فهد لدويلة موافق، جابر خالد الصباح موافق، جابر سعد العازمي غير موجود، جابر مبارك الصباح موافق، دكتور حسن عبد الله جوهر غير موجود، حسين علي القلاف غير موجود، دكتور حسين قويعان المطيري موافق، حسين ناصر الحريتي موافق، خلف دميثير العنزي غير موجود، رجح جيلان المطيري موافق، روضان عبد العزيز الروضان غير موافق، سعد علي الرشيدي غير موجود، صالح أحمد عاشور غير موجود، صالح محمد الملة موافق، صباح الخالد الصباح موافق، دكتور ضيف الله فضيل برمية غير موافق، عادل عبد العزيز صرعاوي موافق، عبد الرحمن خالد الغنيم موافق، عبد العزيز حمد الشاجي ممتنع، عبد اللطيف عبد الوهاب العميري، عبد اللطيف عبد الوهاب العميري غير موافق، عبد الله حشر البرغش غير موافق، عبد الله فالح راعي الفحمه موافق، عبد الله يوسف الرومي موافق، عبد الواحد محمود العوضي موافق، عدنان سيد عبد الصمد غير موافق، عصام سلمان الدبوس غير موافق، دكتور علي حمود الهاجري غير موجود، دكتور علي صالح العمير موافق، علي فهد الراشد موافق، علي محمد البراك موافق، دكتور فاضل صفر علي موافق، فهد هيسان الميع موافق، دكتور فيصل علي المسلم غير موافق، فيصل محمد الحجي موافق، مبارك محمد الوعلان غير موافق، محمد براك المطير
موافق. محمد جاسم الصقر موافق. دكتور محمد حسن الكندري، دكتور محمد حسن الكندري موافق. دكتور محمد سليمان رشيدي موافق. دكتور محمد صباح السالم موافق. محمد عبد الله العبد الجادر موافق. محمد عبد الله العليم موافق. محمد فالح العبيد غير موافق. دكتور محمد هادي الحويله غير موافق. محمد هايف المطيري غير موافق. مخلد راشد العازمي موافق. مرزوق علي الغانم موافق. مرزوق فالح الحبيني مرزوق فالح الحبيني غير موافق. مسلم محمد البراك، مسلم محمد البراك غير موافق. مصطفى جاسم الشمالي موافق. دكتورة موضي عبد العزيز الحمود موافقة. ناصر محمد الأحمد الصباح موافق. دكتور ناصر جاسم الصانع موافق. ناصر فهد الدويلة غير موجود. نورية صبيح الصبيح موافقة. الدكتور وليد مساعد طبطبائي غير موافق. جاسم محمد الخرافي موافق. موافق. حضور 52 موافقة 36 عدم موافقة 14 متناع 2 موافقة وإحالة الحكومة. والآن ننتقل إلى التصويت على المرسوم بقانون بربط ميزانية مؤسسة الميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2008-2009. تفضل نداء بالاسم. أحمد حاجي لاري موافق. أحمد عبد المحسن المليفي ممتنع. أحمد يعقوب باقر، أحمد يعقوب باقر غير موجود. بدر فهد الدويلة موافق. جابر خالد الصباح موافق. جابر سعد العازمي غير موجود. جابر مبارك الصباح موافق. دكتور حسن عبد الله جوهر غير موجود. حسين علي القلاف غير موجود. دكتور حسين قويعان المطيري موافق. حسين ناصر الحريتي موافق. خالد خلف دميثير العنزي غير موجود. رجح جيلان المطيري موافق. روضان عبد العزيز الروضان غير موافق. سعد علي الرشيدي غير موجود. صالح احمد عاشور غير موجود. صالح محمد الملة موافق. صباح الخالد الصباح موافق. دكتور ضيف الله فضيل برمية، دكتور ضيف الله فضيل برمية غير موافق. عادل عبد العزيز الصرعاوي موافق. عبد الرحمن خالد الغنيم موافق. عبد العزيز حمد الشايجي ممتنع. عبد اللطيف عبد الوهاب العميري غير موجود. عبد الله حشر البرغش غير موافق. عبد الله فالح راعي الفحمة موافق. عبد الله يوسف الرومي موافق. عبد الواحد محمود العوضي موافق. عدنان سيد عبد الصمد غير موافق. عصام سلمان الدبوس غير موافق. دكتور علي حمود الهاجري موافق. دكتور علي صالح العمير موافق. علي فهد الراشد موافق. علي محمد البراك موافق. دكتور فاضل صفر علي موافق. فهد هيسان الميع موافق. دكتور فيصل علي المسلم، دكتور فيصل علي المسلم غير موافق. فيصل محمد الحجي موافق. مبارك محمد الوعلان غير موافق. محمد براك المطير موافق. محمد جاسم الصقر موافق. دكتور محمد حسن الكندري موافق. دكتور محمد سليمان رشيدي موافق. دكتور محمد صباح السالم موافق. محمد عبد الله العبد الجادر موافق. محمد عبد الله العليم موافق. محمد فالح العبيد غير موافق. دكتور محمد هادي الحويله، دكتور محمد هادي الحويله، دكتور محمد هادي الحويله، محمد دكتور محمد كاهو، دكتور محمد هادي الحويله، محمد غير موافق. محمد هايف المطيري غير موافق. مخلد راشد العازمي موافق. مرزوق علي الغانم
موافق مرزوق فالح الحبيني، غير موافق مسلم محمد البراك، غير موافق مصطفى جاسم الشمالي، موافق دكتورة موضي عبد العزيز الحمود، موافقة ناصر محمد الأحمد الصباح، موافق دكتور ناصر جاسم الصانع، موافق ناصر فهد الدويلة، غير موجود نورية صبيح الصبيح، موافقة دكتور وليد مساعد طبطبائي، غير موافق أحمد يعقوب باقر، موافق جاسم محمد الخرافي، موافق. صباح الخير يا رئاسة. الحضور 52 موافقة 37 عدم موافقة 13 امتناع 2 موافقة ويحال الحكومة. والآن ننتقل للتصويت على قانون برق ميزانية مؤسسة إعلام التأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2008-2009. نداء بالاسم، تفضل. تفضل يا أحمد حاجي لاري، موافق أحمد عبد المحسن مليفي، ممتنع أحمد يعقوب باقر، موافق فهد بدر فهد الدويلة، موافق جابر خالد الصباح، موافق جابر سعد العازمي، غير موجود جابر مبارك الصباح، موافق دكتور حسن عبد الله جوهر، غير موجود حسين علي القلاف، غير موجود دكتور حسين قويعان المطيري، موافق حسين ناصر الحريتي، موافق خلف دميثير العنزي، غير موجود رجح جيلان المطيري، موافق روضان عبد العزيز الروضان، غير موافق سعد علي الرشيدي، غير موجود صالح أحمد عاشور، غير موجود صالح محمد الملة، موافق صباح الخالد الصباح، موافق دكتور ضيف الله فضيل برمية، غير موافق عادل عبد العزيز الصرعاوي، موافق عبد الرحمن خالد الغنيم، موافق عبد العزيز حمد الشاجي، ممتنع عبد اللطيف عبد الوهاب العميري، غير موجود عبد الله حشر البرغش، غير موافق عبد الله فالح راعي الفحمه، موافق عبد الله يوسف الرومي، موافق عبد الواحد محمود العوضي، موافق عدنان سيد عبد الصمد، غير موافق عصام سلمان الدبوس، غير موافق دكتور علي حمود الهاجري، موافق دكتور علي صالح العمير، موافق علي فهد الراشد، موافق علي محمد البراك، موافق دكتور فاضل صفر علي، موافق فهد هيسان الميع، موافق دكتور فيصل علي المسلم، غير موافق فيصل محمد الحجي، موافق مبارك محمد الوعلان، مبارك محمد الوعلان، غير موافق محمد براك المطير، موافق محمد جاسم الصقر، موافق دكتور محمد حسن الكندري، موافق دكتور محمد سليمان رشيدي، موافق دكتور محمد صباح السالم، موافق محمد عبد الله العبد الجادر، موافق محمد عبد الله العليم، موافق محمد فالح العبيد، غير موافق دكتور محمد هادي الحويلة. غير موافق محمد هايف المطيري، غير موافق مخلد راشد العازمي، مخلد راشد العازمي، مخلد، موافق مرزوق علي الغانم، موافق مرزوق فالح الحبيني، غير موافق مسلم محمد البراك، مسلم محمد البراك، غير موافق مصطفى جاسم الشمالي، موافق دكتورة موضي عبد العزيز الحمود، موافقة ناصر محمد الأحمد الصباح، موافق دكتور ناصر جاسم الصانع، دكتور ناصر جاسم الصانع، موافق ناصر فهد الدويلة، غير موجود نورية صبيح الصبيح، موافقة دكتور وليد مساعد طبطبائي، غير موافق جاسم محمد الخرافي، موافق، موافق. حضور 52 موافقة 37 عدم موافقة 13 امتناع 2
موافقة وإحالة للحكومة. الآن ننتقل لتصويت نداء بالاسم على المشروع بقانون بربط ميزانية مؤسسة القطور الجوية الكويتية للسنة المالية 2008-2009. تفضل نداء بالاسم. أحمد حاجي لاري موافق. أحمد عبد المحسن مليفي ممتنع. أحمد يعقوب باقر. أحمد يعقوب باقر موافق. بدر فهد لدويلة موافق. جابر خالد الصباح موافق. جابر سعد العازمي غير موجود. جابر مبارك الصباح موافق. دكتور حسن عبد الله جوهر غير موجود. حسين علي القلاف غير موجود. دكتور حسين قويعان المطيري موافق. حسين ناصر الحريتي موافق. خلف دميثير العنزي غير موجود. رجح جيلان المطيري رجاء. رجح جيلان المطيري رجح جيلان المطيري سمو الرئيس طالع قاعد معاملات موافق. روضان عبد العزيز الروضان غير موافق. سعد علي الرشيدي غير موجود. صالح أحمد عاشور غير موجود. صالح محمد الملة غير موافق. علي صباح الخالد الصباح موافق. دكتور ضيف الله فضيل برمية علي غير موافق. عادل عبد العزيز الصرعاوي موافق. عبد الرحمن خالد الغنيم موافق. عبد العزيز حمد الشايجي ممتنع. عبد اللطيف عبد الوهاب العميري غير موجود. عبد الله حشر البرغش غير موافق. عبد الله فالح راعي الفحمة موافق. عبد الله يوسف الرومي موافق. عبد الواحد محمود العوضي موافق. عدنان سيد عبد الصمد غير موافق. عصام سلمان الدبوس غير موافق. دكتور علي حمود الهاجري موافق. دكتور علي صالح العمير موافق. علي فهد الراشد موافق. علي محمد البراك موافق. دكتور فاضل صفر علي موافق. فهد هيسان الميع موافق. دكتور فيصل علي المسلم غير موافق. فيصل محمد الحجي موافق. مبارك محمد الوعلان غير موافق. محمد براك المطير موافق. محمد جاسم الصقر موافق. دكتور محمد حسن الكندري موافق. دكتور محمد سليمان رشيدي موافق. دكتور محمد صباح السالم موافق. محمد عبد الله العبد الجادر غير موافق. محمد عبد الله العليم موافق. محمد فالح العبيد غير موافق. دكتور محمد هادي الحويلة غير موافق. محمد هايف المطيري غير موافق. مخلد راشد العازمي موافق. مرزوق علي الغانم موافق. مرزوق فالح الحبيني غير موافق. مسلم محمد البراك غير موافق. مصطفى جاسم الشمالي موافق. دكتور موضي عبد العزيز الحمود عرش موافقة. ناصر محمد الأحمد الصباح موافق. دكتور ناصر جاسم الصانع موافق. ناصر فهد الدويلة غير موجود. نورية صبيح الصبيح موافقة. الدكتور وليد مساعد طبطبائي غير موافق. دكتور حسن عبد الله جوهر ممتنع. حسين علي حسين علي القلاف موافق. جاسم محمد الخرافي موافق. الحضور 54 موافقة 36 عدم موافقة 15 امتناع 3 موافقة وإحالة الحكومة. والآن تصويت نداء بالاسم على المرسوم بقانون بربط قانون ميزانية مؤسسة البترول الوطنية الكويتية للسنة المالية 2008-2009. نداء أحمد حاجي لاري موافق. أحمد عبد المحسن مليفي ممتنع. أحمد يعقوب باقر موافق. بدر فهد لدويلة موافق. جابر خالد الصباح موافق. جابر سعد العازمي غير موجود. جابر مبارك الصباح موافق. دكتور حسن عبد الله جوهر
ممتنع. حسين علي القلاف، حسين علي القلاف موافق. دكتور حسين قويعان المطيري، دكتور حسين قويعان المطيري غير موجود. حسين ناصر الحريتي موافق. خلف دميثير العنزي غير موجود. رجح جيلان المطيري، رجح جيلان المطيري موافق. روضان عبد العزيز الروضان غير موافق. سعد علي الرشيدي غير موجود. صالح أحمد عاشور غير موجود. صالح محمد الملة بترول غير موافق. صباح الخالد الصباح موافق. دكتور ضيف الله فضيل برمية غير موافق. عادل عبد العزيز الصرعاوي موافق. عبد الرحمن خالد الغنيم موافق. عبد العزيز حمد الشاجي ممتنع. عبد اللطيف عبد الوهاب العميري غير موجود. عبد الله حشر البرغش غير موافق. عبد الله فالح راعي الفحمة، عبد الله فالح راعي الفحمة موافق. عبد الله يوسف الرومي موافق. عبد الواحد محمود العوضي موافق. عدنان سيد عبد الصمد غير موافق. عصام سلمان الدبوس غير موافق. الدكتور علي حمود الهاجري دكتور علي حمود الهاجري موافق. دكتور علي صالح العمير موافق. علي فهد الراشد موافق. علي محمد البراك موافق. دكتور فاضل صفر علي موافق. فهد هيسان الميع موافق. دكتور فيصل علي المسلم غير موافق. فيصل محمد الحجي موافق. مبارك محمد الوعلان غير موافق. محمد براك المطير، محمد براك المطير موافق. محمد جاسم الصقر موافق. دكتور محمد حسن الكندري موافق. دكتور محمد سليمان رشيدي موافق. دكتور محمد صباح السالم موافق. محمد عبد الله العبد الجادر غير موافق. محمد عبد الله العليم موافق. محمد فالح العبيد غير موافق. دكتور محمد هادي الحويلة غير موافق. محمد هايف المطيري غير موافق. مخلد راشد العازمي موافق. مرزوق علي الغانم موافق. مرزوق فالح الحبيني غير موافق. بسلم محمد البراك غير موافق. مصطفى جاسم الشمالي موافق. الدكتور موضي عبد العزيز الحمود موافق. ناصر محمد الأحمد الصباح موافق. الدكتور ناصر جاسم الصانع موافق. ناصر فهد الدويلة غير موجود. نورية صبيح الصبيح موافقة. الدكتور وليد مساعد طبطبائي. جابر سعد المحيلبي موافق. طبطبائي موجود؟ لا طبعا موجود. جاسم محمد الخرافي موافق. موافق. جابر يا علام جابر
الحضور 53، موافقة 36، عدم موافقة 14، امتناع 3، موافقة وإحالة الحكومة. الصمد غير موافق. عصام سلمان الدبوس، عصام سلمان الدبوس غير موافق. غير موافق. دكتور علي حمود الهاجري موافق. دكتور علي صالح العمير موافق. علي فهد الراشد موافق. علي محمد البراك موافق. دكتور فاضل صفر علي موافق. فهد هيسان الميع، فهد هيسان الميع موافق. دكتور فيصل علي المسلم غير موافق. فيصل محمد الحجي موافق. مبارك محمد الوعلان، مبارك محمد الوعلان غير موافق. محمد براك المطير موافق. محمد جاسم الصقر، محمد جاسم الصقر موافق. دكتور محمد حسن الكندري موافق. دكتور محمد سليمان رشيدي موافق. دكتور محمد صباح السالم موافق. محمد عبد الله عبد الجادر موافق. محمد عبد الله العليم موافق. محمد فالح العبيد غير موافق. محمد دكتور محمد هادي الحويلة غير موافق. محمد هايف المطيري غير موافق. مخلد راشد العازمي، مخلد راشد العازمي غير موجود. مرزوق علي الغانم موافق. مرزوق فالح الحبيني، مرزوق فالح غير موافق. مسلم محمد البراك غير موافق. مصطفى جاسم الشمالي موافق. دكتورة موضي عبد العزيز الحمود موافقة. ناصر محمد الأحمد الصباح مبارك موافق. دكتور ناصر جاسم الصانع موافق. ناصر فهد الدويلة غير موجود. نورية صبيح الصبيح موافقة. الدكتور وليد مساعد طبطبائي غير موجود. خلف دميثير العنزي موافق. سعد علي الخنفور موافق. جاسم محمد الخرافي موافق. موافق.
شيء خلاص نعم. الحضور 54 موافقة 39 عدم موافقة 12 امتناع 3 موافقة حال الحكومة وآخر تصويت نداء بالاسم على مرسوم بقانون بربط ميزانيات بعض الجهات الهيئات السنة المالية 2008-2009 نداء بالاسم تفضل. إذا طلب أحمد حاجي لاري موافق، أحمد عبد المحسن مليفي ممتنع، أحمد يعقوب باقر موافق، بدر فهد لدويلة بدر فهد لدويلة وموافق، جابر جابر خالد الصباح وموافق، جابر سعد العازمي وموافق، جابر مبارك الصباح وموافق، دكتور حسن عبد الله جوهر موجود، دكتور حسن عبد الله جوهر غير موجود، حسين علي القلاف وموافق، دكتور حسين قويعان المطيري غير موجود، حسين ناصر الحريتي موافق، خلف دميثير العنزي موافق، رجح جيلان المطيري موافق، روضان عبد العزيز الروضان غير موافق، سعد علي الرشيدي موافق، صالح احمد عاشور غير موجود، صالح محمد المله صالح محمد المله موافق، صباح الخالد الصباح موافق، دكتور ضيف الله فضيل برمية غير موافق، عادل عبد العزيز الصرعاوي موافق، عبد الرحمن خالد الغنيم موافق، عبد العزيز حمد الشاجي ممتنع، عبد اللطيف عبد الوهاب العميري غير موجود، عبد الله حشر البرغش غير موافق، عبد الله فالح راعي الفحمة موافق، عبد الله يوسف الرومي موافق، عبد الواحد محمود العوضي موافق، عدنان سيد عبد الصمد غير موافق، عصام سلمان الدبوس غير موافق، دكتور علي حمود الهاجري موافق، دكتور علي صالح العمير موافق، علي فهد الراشد موافق، علي محمد البراك موافق، دكتور فاضل صفر علي موافق، فهد هيسان الميع موافق، دكتور فيصل علي المسلم غير موافق، فيصل محمد الحجي فيصل الحجي فيصل محمد الحجي كان هناك ورا وموافق، مبارك محمد الوعلان مبارك محمد الوعلان غير موافق، محمد براك المطير غير موجود، محمد جاسم الصقر موافق، دكتور محمد حسن الكندري موافق، الدكتور محمد سليمان رشيدي غير موجود، دكتور محمد صباح السالم موافق، محمد عبد الله العبد الجادر موافق، محمد عبد الله العليم محمد عبد الله العليم موافق، محمد فالح العبيد موافق، دكتور محمد هادي الحويلة عيده محمد فالح العبيد موافق، دكتور محمد هادي الحويلة محمد هادي الحويلة ميزانيات موافق ولا ممتنع، محمد هايف المطيري غير موافق، مخلد راشد العازمي غير موجود، مرزوق علي الغانم موافق، مرزوق فالح الحبيني غير موجود، مسلم محمد البراك غير موافق، مصطفى جاسم الشمالي موافق، دكتور موضي عبد العزيز الحمود موافقه، ناصر محمد الأحمد الصباح موافق، دكتور ناصر جاسم الصانع موافق، ناصر فهد لدويلة غير موجود، نورية صبيح الصبيح موافقة، دكتور وليد مساعد طبطبائي غير موجود، محمد براك المطير موافق سعيد، الدكتور محمد سليمان رشيدي موافق، جاسم محمد الخرافي موافق موافق.
مرزوق فالح الحبيني. الحضور 52، موافقة 40، عدم موافقة 9، امتناع 3، موافقة وتحال الحكومة. قبل أن أرفع الجلسة في هناك توصيات، أرجوكم 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 استمعوا لها. لحظة، تفضل أخ وزير المالية. شكراً شكراً سعادة الرئيس. سعادة الرئيس، في نهاية ما تم اليوم من اعتماد الموازنات، الشكر والتقدير لكم سعادة الرئيس أولاً، وللأخوة الأعضاء المحترمين على دعمهم وتأييدهم للموازنات التي تقدمت بها الحكومة. ونعد إن شاء الله بأننا سنعمل كل جهدنا كوزارة مالية ووزارات الدولة المختلفة للاستفادة من كل المخصصات المالية لدفع أجل التنمية بالبلاد، وإن شاء الله ستكون هذه مدخلا إن شاء الله لميزانيات لبرمجة الميزانيات بعد أن تحولت كل عناصر وأبواب الموازنة إلى وزارة المالية. إن شاء الله بدأنا السير في الدخول في الحضور 53، موافقة 36، عدم موافقة 14، امتناع 3، موافقة وإحالة الحكومة. والآن ننتقل تصويت نداء بالاسم على المرسوم بقانون بربط ميزانية بعض الجهات المستقلة للسنة المالية 2008-2009. نداء بالاسم، تفضل نداء بالاسم. أحمد حاجي لاري، موافق. أحمد عبد المحسن مليفي، أحمد عبد المحسن مليفي، ممتنع. أحمد يعقوب باقر. بيت الزكاة، وكالة الأنباء الكويتية، معهد الكويت للأبحاث العلمية، الهيئة العامة للصناعة، مؤسسة الموانئ الكويتية. تفضل كمل. أحمد حاجي لاري، موافق. أحمد عبد المحسن المليفي، ممتنع. أحمد يعقوب باقر، موافق. بدر فهد لدويلة، بدر فهد لدويلة، موافق. جابر خالد الصباح، جابر خالد الصباح، موافق. جابر سعد العازمي، جابر سعد العازمي، موافق. جابر مبارك الصباح، موافق. دكتور حسن عبد الله جوهر، ممتنع. حسين علي القلاف، موافق. دكتور حسين قويعان المطيري، غير موجود. حسين ناصر الحريتي، موافق. خلف دميثير العنزي، غير موجود. رجح جيلان المطيري، موافق. روضان عبد العزيز الروضان، غير موافق. سعد علي الرشيدي، غير موجود. صالح أحمد عاشور، غير موجود. صالح محمد الملة، موافق. صباح الخالد الصباح، موافق. دكتور ضيف الله فضيل برمية، غير موافق. عادل عبد العزيز الصرعاوي، موافق. عبد الرحمن خالد الغنيم، موافق. عبد العزيز حمد الشايجي، ممتنع. عبد اللطيف عبد الوهاب العميري، غير موجود. عبد الله حشر البرغش، غير موافق. عبد الله فالح راعي الفحمه، موافق. عبد الله يوسف الرومي، موافق. عبد الواحد محمود العوضي، موافق. عدنان سيد عبد الصمد، غير موافق. عصام سلمان الدبوس، عصام سلمان الدبوس، غير موافق. غير موافق. دكتور علي حمود الهاجري، موافق. دكتور علي صالح العمير، موافق. علي فهد الراشد، موافق. علي محمد البراك، موافق. دكتور فاضل صفر علي، موافق. فهد هيسان الميع، فهد هيسان الميع، موافق. دكتور فيصل علي المسلم،
غير موافق. فيصل محمد الحجي موافق. مبارك محمد الوعلان مبارك محمد الوعلان غير موافق. محمد براك المطير موافق. محمد جاسم الصقر محمد جاسم الصقر موافق. دكتور محمد حسن الكندري موافق. دكتور محمد سليمان رشيدي موافق. دكتور محمد صباح السالم موافق. محمد عبد الله العبد الجادر موافق. محمد عبد الله العليم موافق. محمد فالح العبيد غير موافق. محمد دكتور محمد هادي الحويلة غير موافق. محمد هايف المطيري غير موافق. مخلد راشد العازمي مخلد راشد العازمي غير موجود. مرزوق علي الغانم موافق. مرزوق فالح لحبيني مرزوق فالح غير موافق. مسلم محمد البراك غير موافق. مصطفى جاسم الشمالي موافق. دكتورة موضي عبد العزيز الحمود موافقة. ناصر محمد الأحمد الصباح مبارك موافق. دكتور ناصر جاسم الصانع موافق. ناصر فهد الدويلة غير موجود. نورية صبيح الصبيح موافقة. الدكتور وليد مساعد طبطبائي غير موجود. خلف دميثير العنزي موافق. سعد علي الخنفور موافق. جاسم محمد الخرافي موافق موافق. الحضور 54 موافقة 39 عدم موافقة 12 امتناع 3 موافقة حال الحكومة. وآخر تصويت نداء بالاسم على مرسوم بقانون بربط ميزانيات بعض الجهات الهيئات السنة المالية 2008-2009. نداء بالاسم تفضل. إذا طلب أحمد حاجي لاري موافق. أحمد عبد المحسن مليفي ممتنع. أحمد يعقوب باقر موافق. بدر فهد لدويلة بدر فهد لدويلة موافق. جابر خالد الصباح موافق. جابر سعد العازمي موافق. جابر مبارك الصباح موافق. دكتور حسن عبد الله جوهر موجود. دكتور حسن عبد الله جوهر غير موجود. حسين علي القلاف موافق. دكتور حسين قويعان المطيري غير موجود. حسين ناصر الحريتي موافق. خلف دميثير العنزي موافق. رجح جيلان المطيري موافق. روضان عبد العزيز الروضان غير موافق. سعد علي الرشيدي موافق. صالح احمد عاشور غير موجود. صالح محمد الملة صالح محمد الملة موافق. صباح الخالد الصباح موافق. دكتور ضيف الله فضيل برمية غير موافق. عادل عبد العزيز الصرعاوي موافق. عبد الرحمن خالد الغنيم موافق. عبد العزيز حمد الشاجي ممتنع. عبد اللطيف عبد الوهاب العميري غير موجود. عبد الله حشر البرغش غير موافق. عبد الله فالح راعي الفحمة موافق. عبد الله يوسف الرومي موافق. عبد الواحد محمود العوضي موافق. عدنان سيد عبد الصمد غير موافق. عصام سلمان الدبوس غير موافق. دكتور علي حمود الهاجري موافق. دكتور علي صالح العمير موافق. علي فهد الراشد موافق. علي محمد البراك موافق. دكتور فاضل صفر علي موافق. فهد هيسان الميع موافق. دكتور فيصل علي المسلم غير موافق. فيصل محمد الحجي فيصل الحجي فيصل محمد الحجي كان هناك ورا موافق. مبارك محمد الوعلان مبارك محمد الوعلان غير موافق. محمد براك المطير
غير موجود. محمد جاسم الصقر موافق. الدكتور محمد حسن الكندري موافق. الدكتور محمد سليمان رشيدي غير موجود. الدكتور محمد صباح السالم موافق. محمد عبد الله العبد الجادر موافق. محمد عبد الله العليم. محمد عبد الله العليم موافق. محمد فالح العبيد موافق. دكتور محمد هادي الحويله عيده. محمد فالح العبيد موافق. دكتور محمد هادي الحويله محمد هادي الحويله. ميزانيات موافق ولا ممتنع؟ محمد هايف المطيري غير موافق. مخلد راشد العازمي غير موجود. مرزوق علي الغانم موافق. مرزوق فالح الحبيني غير موجود. مسلم محمد البراك غير موافق. مصطفى جاسم الشمالي موافق. الدكتور موضي عبد العزيز الحمود موافقه. ناصر محمد الاحمد الصباح موافق. دكتور ناصر جاسم الصانع موافق. ناصر فهد الدويله غير موجود. نوريه صبيح الصبيح موافقه. دكتور وليد مساعد طبطبائي غير موجود. محمد براك المطير موافق. سعيد الدكتور محمد سليمان رشيدي موافق. جاسم محمد الخرافي موافق. موافق. مرزوق فالح الحبيني الحضور 52 موافقة 40 عدم موافقة 9 امتناع 3 موافقة وتحال الحكومة. قبل أن نرفع الجلسة في هناك توصيات أرجوكم 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 استمعوا لها. لحظة تفضل أخ وزير المالية. شكرا شكرا سعادة الرئيس. سعادة الرئيس في نهاية ما تم اليوم من اعتماد الموازنات الشكر والتقدير لكم سعادة الرئيس أولا وللأخوة الأعضاء المحترمين على دعمهم وتأييدهم للموازنات التي تقدمت بها الحكومة. ونعد إن شاء الله بأننا سنعمل كل جهدنا كوزارة مالية ووزارات الدولة المختلفة للاستفادة من كل المخصصات المالية لدفع أجل التنمية بالبلاد، وإن شاء الله ستكون هذه مدخلا إن شاء الله لميزانيات لبرمجة الميزانيات بعد أن تحولت كل عناصر وأبواب الموازنة إلى وزارة المالية. إن شاء الله بدأنا السير في الدخول في ميزانية البرامج والخدمات والآن في المرحلة الأولى، وإن شاء الله عندما تكتمل هذه المراحل سيكون هناك للمجلس وللحكومة قدرة على تقييم الأداء لكل مشاريعنا. شكرا سيد الرئيس وشكرا للإخوان جميعا. شكرا أخ وزير المالية. أخوان سأتلو عليكم التوصيات كما جاءت بالدور. تفضل التوصية الأولى. سعادة رئيس مجلس الأمة المحترم، تحية طيبة. وبعد لما كانت القضية تعتبر من القضايا المهمة التي بحثها مجلس الأمة ومجالس الأمة المتعاقبة بصورة منفصلة وتناغماً مع رغبة سمو أمير البلاد في إزالة العقبات كافة التي تقلق المواطنين وعلى رأسها القضية الإسكانية، وتفعيلاً لقرار المجلس البلدي والمصادق عليه من مجلس الوزراء في مايو 2006 بشأن تخصيص غرب طريق السفر السريع للأغراض السكنية
عبر قسائم سكنية يبلغ عددها نحو 6900 قسيمة في موقعي غرب هدية وغرب الظهر، وتلافياً للرفض المتكرر من شركة نفط الكويت لتخصيص هذين الموقعين لأغراض الرعاية السكنية تحت ذريعة عدم صلاحيتها لأسباب صناعية، رغم أن شركة النفط نفسها قد وافقت على مشروع مدينة الأحمدي النفطية الجديدة لعام 2003، والذي كان مخططاً إنشاؤه في ذات موقع غرب هدية، ومنعاً لتكرار تجاهل التوصيتين التي أبداها مجلس الأمة السابق خلال الجلسة الخاصة بالقضية الإسكانية وجلسة موازنة مؤسسة البترول الوطنية خلال دور انعقاد الماضي. يرجى عرض الاقتراح برغبة على مجلس الأمة الموقر. نص القرار: واحد، يشكل مجلس الوزراء بقرار لجنة وزارية تضم ممثلين عن بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وأكاديميين من كلية الهندسة في جامعة الكويت وممثل عن جمعية المهندسين الكويتية. اثنين، تقوم اللجنة ببحث تفعيل قرار المجلس البلدي بشأن تخصيص موقعي غرب هدية وغرب الظهر للأغراض السكنية. ثلاثة، للجنة أن تستعين بما تراه مناسباً من معلومات ووثائق وعلى الجهات الحكومية بما فيها شركة نفط الكويت توفير هذه المعلومات. أربعة، تقوم اللجنة بإعداد تقرير متكامل خلال شهرين من اعتماد هذا القرار ويعرضه مجلس الأمة في جلسة عادية يتضمن الآتي: ألف، تقديم تقرير وافي وشامل وموثق ومحكم يثبت صلاحية أو عدم صلاحية المنطقة للسكن، مع الأخذ في عين الاعتبار الإجراءات والمشاريع التي تؤهل الموقعين للسكن كإزالة الأنابيب النفطية إن تواجدت ونقلها لمسارات آمنة. ب، إعداد تصور أولي للتكلفة المالية لاستصلاح الأراضي التي تتضمن أي عوائق. هذا، وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام، مقدم الاقتراح جابر سعد المحيلبي، مخلد راشد العازمي، عبد الله راعي الفحمة، خالد سلطان، مسلم البراك، مرزوق الحبيني، دكتور جمعان الحربش، علي الدغباسي، دكتور علي العمير، مرزوق علي الغانم، محمد العبد الجادر، حسن جوهر، دكتور حسين القويعان، محمد هايف المطيري، دكتور محمد حسن الكندري، ناصر جاسم الصانع، أحمد عبد المحسن المليفي، دكتور محمد الرشيدي، الدكتور محمد هادي الحويلة، دكتور فيصل مسلم. تفضل أخ وزير الدولة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس الوزراء. شكرا سيد الرئيس، مجرد تصليح، وهذا اقتراح برغبة، وبالتالي أتمنى من تعديل الصياغة لأنه مكتوب في القرار نص القرار، فالتعديل إلى اقتراح برغبة بدل القرار، هذا أولا. الشيء الثاني أيضا فيما يتعلق في المدة، يعني عندنا عطلة الصيف، فالأفضل أن يقدم التقرير مع بداية دور الإنعقاد أو قبيل دور الإنعقاد، ولا نحشر نفسنا في فترة الشهرين. شكرا سيد الرئيس. شكرا. موافقة الاقتراح التالي. السيد رئيس مجلس الأمة المحترم، تحية طيبة، وبعد نقترح نحن الموقعون أدناه أن يوافق المجلس على التوصيات المرفقة، بحيث تقوم الحكومة بدراستها وإحاطة المجلس علماً بما اتخذته بشأنها في إبريل 2009، ولكم خالص التقدير. أولاً، التعليم. واحد، إعادة صياغة السياسات والأهداف التعليمية بحيث يتم ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل. اثنين، تطوير المناهج في جميع المراحل التعليمية بحيث تتماشى مع المعايير العالمية للتعليم والاعتماد بصورة أكبر على المدرسة في العملية التعليمية. ثلاثة، تحسين جودة مخرجات التعليم من خلال رفع كفاءة الهيئة التدريسية واستخدام تكنولوجيا التعليم. أربعة، تشجيع الطلبة على الانخراط في التخصصات العلمية والمهنية لخلق جيل قادر على الإبداع والابتكار. خمسة، تشجيع التعاون بين المؤسسات التعليمية والصناعية وخلق بيئة بحثية متطورة. ثانياً، بيئة الأعمال. واحد، تعزيز نمو قطاع الأعمال في الاقتصاد من خلال تطوير بنية الأعمال الأساسية. اثنين، تطوير النظم والتشريعات الرقابية والتنظيمية في أسواق السلع والخدمات والمال. ثلاثة، تقليل التشوهات الاقتصادية من خلال تقنين التدخلات الحكومية وتفعيل آليات السوق. أربعة، جذب المستثمر الأجنبي في بعض القطاعات بهدف تشجيع نقل التكنولوجيا ونشر المعرفة لزيادة تنافسية الاقتصاد.
5 تطوير رأس المال البشري من خلال زيادة الإنفاق على البرامج التدريبية لرفع قدرة وكفاءة قوة العمل. 3 الفساد. 1 إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وإعطائها سلطة الضبطية القضائية وتزويدها بالصلاحيات اللازمة. 2 إنشاء دائرة قضائية مختصة بالنظر في قضايا الفساد. 3 إصدار حزمة من القوانين المستمدة من المعايير الدولية لمكافحة الفساد. 4 تعزيز مبدئي الشفافية وتكافؤ الفرص في جميع التعاملات وتعزيز الدور الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني. 5 تبني ميثاق عمل أخلاقي ضد جميع أشكال الفساد في مختلف المؤسسات. 4 الأداء الحكومي. 1 تعميق قنوات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 2 تقليص البيروقراطية وإجراءاتها في المعاملات الحكومية لتقديم جميع الخدمات بعدالة وسرعة لجميع المواطنين. 3 تبني اللامركزية في صنع القرار الاقتصادي مع استمرار الحكومة في تحمل المسؤولية السياسية. 4 الاستخدام الكفء للموارد الاقتصادية لتقليل الهدر وتطبيق القوانين الضرورية لحماية الأموال العامة. 5 سرعة وضوح وعدالة الإجراءات الحكومية لزيادة تنافسية الكويت في استقطاب فرص استثمارية جديدة. مقدم الاقتراح دكتور ناصر جاسم الصانع، رجح جيلان طيري، ناصر فهد دويلة، أحمد لاري، عبد الواحد العوضي، مرزوق الغانم، أحمد بن محسن المليفي، محمد جاسم الصقر، علي الراشد، علي العمير، عبد العزيز الشاجد، دكتور علي حمود الهاجري، مخلد راشد العازمي، عدنان سيد عبد الصمد، عبد الله راعي الفحمه، مرزوق الحبيني، دكتور محمد الرشيدي، عبد الله البرغش، محمد الوعلان، مبارك الوعلان، مسلم البراك، جابر المحيلبي، دكتور محمد الحويله، محمد هايف المطيري، دكتور فيصل علي المسلم، عادل الصرعاوي، دكتور ضيف الله فضيل برميه، دكتور حسين قويعان المطيري، محمد فالح العبيد، سيد حسين القلاف، عبد الله الرومي، دكتور محمد الكندري، عبد اللطيف العبيري، وليد مساعد طبطباي، محمد براك المطير، دكتور حسن جوهر. تفضل أخ فيصل. شكراً سيد رئيس الوزراء وزير الدولة شؤون مجلس الوزراء. زيادة الخير خير على ما يقولون. كثير من الأعمال المطلوبة والمقترحة بالتوصية هي الوزارات المعنية قائمة فيها، ولكن أيضاً نعيد المجلس بأنه سنأخذ بهذه التوصية عند إقرارها وسنقدم التقارير المطلوبة بإذن الله تعالى. شكراً سيد رئيس. نظام عبد الله، عبد الله الرومي. شكراً لأخ رئيس. نظام. نظامي نعم على المادة 163 من الدستور. أخ رئيس، يعني أنا أحد الموقعين الحقيقة بس ما انتبه لبنود أحد بنود التوصية اللي هي إنشاء دائرة لنظر قضايا الفساد، وأنا أعتقد يعني خلونا هذا شغل المحاكم تختص فيه، ما نوصي للمحاكم إنه والله هي تكيف عملها حسب قناعاتنا أو حسب إراداتنا، وهذا عمل قضائي، أقام القضاء فني، وبالتالي إذا احتاجت المحاكم وفقا لعدد القضايا المطروحة أن تنشأ لها دائرة، وبالتالي أيضا ما يغير ولا يعطي بدفعة أو شيء إذا كانت هناك دائرة خاصة لنظر قضية معينة، بقدر ما أن المحاكم تطبق قانون، وبالتالي تنظرها في أمام محكمة الجنايات، تنظرها أمام محكمة المدنية، فهي بتطبق القانون وليس المسمى، وبالتالي ما يغير شيء المسمى. شكرا لأخ رئيس، وبالتالي أرجو أن تشطب هذا. أخ عبد الله، أنت من اللي وقعوا بالتوصية هذه، فأيضا كتوصية ما هي ملزمة لا على السلطة التنفيذية ولا على السلطة القضائية. تفضل أخ ناصر صانع. حاضر. شكرا أخ الرئيس، باعتباري أول موقعين على هذا الطلب، ورغم ما تفضلت حضرتك بتوضيحه أنها فقط للدراسة، لكن أيضا أعتقد ما ذكر الأخ عبد الله الرومي اقتراح وجيه، فإذا يأذنون الأخوة الموقعين نطلب شطب فقط هذه الفقرة حتى لا تثير شبهات. ماشي. تشطب الفقرة وموافقين على التوصية بدون فقرة الاقتراح الخاص بالمحكمة. موافقة. اقتراح التالي. السيد رئيس مجلس الأمة الموقر، تحية طيبة، وبعد نحن الموقعون أدناه نقترح التوصيات التالية لتحسين الخدمات الصحية. 1 التعجيل في مستشفيات الضمان الصحي. 2 إقرار التأمين الصحي لفئات الأمومة والرعيل الأول.
3 مراجعة آلية العلاج بالخارج للتيسير على المواطنين. مقدم الاقتراح دكتور حسين قويعان المطيري، محمد فالح العبيدي، دكتور محمد سليمان الرشيدي، عبد الله راعي الفحمة، عبد الله البرغش، عبد العزيز الشايجي، ناصر الصانع، أحمد لاري. ضيف الله فضيل برمية. موافقة؟ الاقتراح التالي موافقة. الأخ الفاضل رئيس مجلس الأمة المحترم، تحية طيبة، وبعد إقرار مجلسكم الموقر لميزانية مؤسسة التأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2008-2009، فإننا نتقدم بالتوصيات التالية لعرضها على المجلس الموقر. نص التوصيات: أن يبين بالحساب الختامي كيفية تقدير مبلغ 5472 مليون دينار قيمة العجز الاكتواري وكيفية التعامل مع هذا المبلغ وبيان انعكاسه على بنود الميزانية المختلفة، وما هو المبلغ المتبقي المستحق على الخزانة العامة من هذا العجز الاكتواري، وذلك بالحساب الختامي عن السنة المالية 2008-2009. 2. أن يوضح بالحساب الختامي للسنة المالية 2008-2009 بياناً بالمبالغ المستحقة على الخزانة العامة نتيجة صدور مراسيم أو قوانين يترتب عليها التزامات لمؤسسة التأمينات، على أن يبين في هذا البيان ما تم صرفه من الخزانة العامة من هذه المستحقات ورصيدها. مقدم التوصيات عدنان سيد عبد الصمد، عبد العزيز الشايجي، مسلم البراك، عبد الله راعي الفحمة، محمد فالح العبيد، دكتور محمد سليمان الرشيدي، أحمد حاج جيلاري، مرزوق علي الحبيني، عبد العزيز الشايجي، روضان عزيز الروضان، فهد الميع، عادل الصرعاوي، دكتور فيصل علي المسلم. موافقة. بند التالي، الاقتراح التالي. الأخ الفاضل رئيس مجلس الأمة المحترم، تحية طيبة، وبعد لما كان هناك أعداد كبيرة من المقيدين لدى ديوان الخدمة المدنية من الكويتيين حملت الشهادات المتوسطة وما دونها، لم يصبهم الدور حتى الآن للحصول على وظيفة رغم مضي سنوات على قيدهم لعدم حاجة الوزارات إلى مؤهلاتهم، وكانت المادة 41 من الدستور تقرر حق كل كويتي في العمل وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه، وكانت هذه الفئة من المواطنين في أمس الحاجة للعمل وظروفهم صعبة، فإن الأمر يقتضي أن يصدر المجلس توصية للحكومة الموقرة بتوزيع حملة الشهادة المتوسطة وما دونها الذين لم يصبهم الدور في التوظف بتوزيعهم على الوزارات. مقدم الاقتراح الدكتور محمد هادي الحويلة، مرزوق الحبيني، مبارك الوعلان، عبد العزيز الشاجي، محمد عبد الله العبد الجادر، الدكتور حسين القويعان، عبد الواحد العوضي، محمد هايف المطيري، رجح جيلان المطيري، محمد فالح العبيد، مخلد راشد العازمي، مسلم البراك، علي العمير، علي الراشد، محمد جاسم الصقر، عبد الله البرغش. تفضل اخ نائب رئيس الوزراء وزير الدوله شؤون مجلس الوزراء. شكرا سيد الرئيس، مع كل التقدير والتثمين للمقترح، ولكن ايضا يجب ان يعرف بان احنا يجب ان نراعي الوضع الوظيفي لاجهزه الدوله، ويجب ان نعرف انه احيانا بعض التعيينات بتكون عبء على الأجهزة. أنا وفي هناك خطة لتطوير وتأهيل مثل حملة مثل هذه المؤهلات، وبنفس الوقت أحب أن أؤكد أن الحكومة أيضا حريصة كل الحرص أن تأخذ الجانب اللي ذكرته بالجانب اللي مقترح من الأخوة الأعضاء النواب، حرصا منهم على توفير فرص عمل بعد تأهيلهم وتدريبهم، وسوف تهتم الدولة أو الحكومة بذلك. شكرا سيد رئيس. موافقة على التوصية؟ موافق التوصية التالية. السيد رئيس مجلس الأمة المحترم، تحية طيبة، وبعد نتقدم نحن الموقعون أدنى بالتوصية التالية: نقل الاختصاصات المالية لجهاز تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالتقديرات المالية لجميع احتياجات الحاسب الآلي ونظم المعلومات إلى وزارة المالية، لتكون وزارة المالية مسؤولية كاملة عن تقديرات الميزانية العامة. مقدم الاقتراح عادل الصرعاوي. ناصر الصانع. تفضل أخ نائب رئيس الوزراء وزير الدولة شؤون مجلس الوزراء. سيادة الرئيس، يعني أتمنى أنه تعجيل يعني هذه التوصية، لأن جهاز تكنولوجيا المعلومات نقل حديثا إلى تبعية وزير المواصلات وفي معالجة للموازنة، تبعية الموازنة، لأن لا زالت الموازنة
تحت تبعية الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأعتقد أنه هذا عمل تنفيذي بحت، فأتمنى يعني تأجيل هذه التوصية. شكرا سيد الرئيس. تفضل أخ عادل السرعاوي. شكرا الأخ الرئيس. الأخ الرئيس، الحكومة خلال السنة الماضية لجأت إلى نقل اختصاصات الميزانية العامة للدولة التي تحت مسؤولية جهات غير وزارة المالية، منها الباب الأول في ديوان الخدمة المدنية نقل إلى وزارة المالية، الباب الرابع في وزارة الأشغال نقل إلى وزارة المالية، بقى الجزء الخاص في احتياجات الحاسب الآلي وهو ما يتعلق في الباب الثاني والثالث موجودة في جهاز تكنولوجيا المعلومات التابع لمجلس الوزراء. الآن هذا الجهاز نقل إلى وزارة المواصلات، وبالتالي تقديرات الحاسب الآلي لكل جهات الحكومة ستكون عند وزارة المواصلات. الجزئية اللي نحتاجها اليوم الأخ نائب رئيس الوزراء، وبالتالي التوصية الآن نحتاجها هو نقل اختصاصات الباب الثاني والثالث من تكنولوجيا المعلومات في وزارة المواصلات إلى وزارة المالية. وهذه التوصية ليس معني فيها مجلس الوزراء، وأيضا كان هناك تنسيق مع الأخ وزير المالية والأخ وزير المواصلات، وأكد حقيقة على تقدير لدور الأخ وزير المواصلات في دراسة هذا الموضوع وفعلا نقل هذه الاختصاصات إلى وزارة المالية. كل ما نتمنى أنه تأكيدا للجهود اللي بذلت في هذا الجانب أن تعتمد هذه التوصية حتى فعلا تكون وزارة المالية مسؤولة مسؤولية كاملة عن مشروع الميزانية العامة للدولة. شكرا الأخ الرئيس. شكرا. موافقة؟ تفضل الاقتراح التالي. موافقة على التوصية. الأخ الفاضل رئيس مجلس الأمة المحترم، تحية طيبة، وبعد إقرار مجلسكم الموقر لميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2008-2009، نتقدم نحن الموقعين أدنى بالتوصية التالية. نص التوصية أن يبين بميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2009-2010 انعكاس برنامج عمل الحكومة على تقديراتها. مقدم التوصية عدنان سيد عبد الصمد، عادل الصرعاوي، محمد فاه العبيد، سعد علي الخنفور، عبد الواحد محمود العوضي، دكتور ناصر الصانع، عبد العزيز الشايجي، محمد عبد الجادر، احمد المليفي، محمد الصقر، علي الراشد، حسين القلاف، مسلم البراك، احمد لاري، خلف دميثير، محمد الرشيدي، ضيف الله ابو رميه، مرزوق الحبيني. موافقه؟ خلاص موافقه. عدنان تفضل. اخ عدنان. شكرا الأخ الرئيس. أنا أشكر المجلس الموقر بما فيه الحكومة على الموافقة على هذه التوصية، بس أرجو أن فعلا هذه التوصية تترجم إلى أرض الواقع، خاصة أن البرنامج الآن راح يعد بالصيف، بحيث أن الميزانية فعلا أرقام الميزانية تترجم البرنامج الحكومي. إحنا عادة نشوف البرنامج الحكومي بصوب وأرقام الميزانية بصوب ثاني، فنأمل من الحكومة فعلا أن تهتم بالبرنامج لكي يكون انعكاس لأرقام الميزانية. شكرا الأخ الرئيس. شكرا. في أي اقتراح آخر؟ وايد تقول لي خمس. السيد رئيس مجلس الأمة المحترم، تحية طيبة، وبعد نتقدم بالتوصية الآتية: وضع الآلية المناسبة بشأن دعم جمعيات النفع العام التي لا تتلقى دعم مالي أسوة بجمعيات النفع العام الأخرى والتي تصرف لها ميزانية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. مقدم الاقتراح عادل الصرعاوي. تفضل أخ نائب رئيس الوزراء وزير الدولة شؤون مجلس الوزراء. شكرا سيد الرئيس. الجمعيات أوقف إشهارها من سنة 1983 ولم يفتح باب الإشهار إلا سنة 2003-2004، وكان الاتفاق على الإشهار وتوقيع من مقدم طلب إشهار أي جمعيات يوقعون على تعهد وفي قرار مجلس الوزراء بأن لا يقدم أي دعم ولا أي أراضي وكذا، وهذا كان الأساس اللي فتح عليه الباب، فأرجو الالتزام بما سبق أن اتخذ. شكرا سيد الرئيس. على كل هي توصية وبعدين تقدرون تردون بنفس المعنى. موافقة؟ تفضل. بند التوصية الثانية. السيد رئيس مجلس الأمة المحترم، تحية طيبة، وبعد نقترح نحن الموقعون أدناه أن يوافق المجلس على التوصيات التالية: 1-
تقوم وزارة الصحة بالإعلان عن إجراءات وشروط التقدم لطلب الحصول على العلاج خارج البلاد، على أن تتسم الإجراءات بالشفافية تجاه الجهات الرقابية مع مراعاة الخصوصية بشأن الحالات المرضية، على أن يقدم ديوان المحاسبة تقريراً سنوياً عن مدى انطباق الشروط على جميع قرارات اللجنة، ويبين بشكل واضح إن كانت هناك أي استثناءات بذلك الشأن، ويذكر مبرراتها وتعليقه عليها. 2، أن تقوم الحكومة ممثلة بوزارة المواصلات بتقديم تقرير عن الخطوط التي أنجزت بشأن مشروع الحكومة الإلكترونية، وذلك في بداية دور الانعقاد القادم، وتقديم تقرير دوري سنوي عن مراحل الإنجاز ترفقه مع مشروع ميزانية الدولة كل عام. 3، تلتزم الحكومة بتقديم تقرير شامل بالتعليق على جميع ملاحظات تقارير ديوان المحاسبة التي صدرت خلال السنتين الماضيتين وحتى تاريخه، وتبين فيه وجهة نظرها تجاه تلك التقارير والإجراءات التي اتخذتها بذلك الشأن، وذلك قبل نهاية دور الانعقاد الثاني للمجلس. 4، تلتزم الحكومة بدراسة ما ورد في تقرير الكويت للتنافسية 2006-2007 للتصرف على ما ورد فيه من دراسات مقارنة تحدد وضع دولة الكويت مقارنة بمجموعة من الدول من حيث تنافسية الاقتصاد الكويتي، استناداً إلى نتائج التقرير العالمي للتنافسية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي تطرق إلى الضعف النسبي لإسهام القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وغياب التنوع في القاعدة الإنتاجية للاقتصاد والطبيعة المزدوجة كسوق العمل وجوانب عدم الكفاءة الشديدة الناجمة عن سياسات التسعير الحالية للخدمات والسلع العامة بدولة الكويت، وأهمها هو ترتيب الكويت بالمرتبة 8 من بين دول غنية لجنة الكويت الوطنية للتنافسية وهي 10 دول، وتقديم تقرير بشأن تعليق الحكومة على هذا التقرير وكيفية تبني سياسات وإجراءات وتشريعات كفيلة بتعديل الوضع التنافسي لدولة الكويت. وهذا وفق هذا المؤشر العالمي الهام، وذلك قبل نهاية دور الانعقاد القادم. 5، أن تقوم الحكومة بدراسة آخر تقرير للفساد المدرك الذي تصدره المنظمة العالمية للشفافية، والذي ترتب الدول فيه حسب نجاحها في مكافحة الفساد، ودراسة آخر تقرير للبنك الدولي حول الحكم الرشيد الذي أشار إلى جوانب مختلفة من الدراسات حول الكويت والإدارة فيها، وتقديم تقرير بهذا الشأن يشتمل تعليق الحكومة والسياسات التي تنوي تبنيها والإجراءات التي تزمع اتخاذها لتطوير بيئة مكافحة الفساد والإدارة الرشيدة وفق ما جاء من مؤشرات مختلفة في هذين التقريرين، وذلك قبل نهاية دور الانعقاد القادم. مقدم الاقتراح الدكتور ناصر الصانع، عبد العزيز الشايجي، علي حمود الهاجري، عبد الله راعي الفحمه، دكتور محمد هادي الحويله، عبد الله البرغش، جابر المحيلبي، محمد هايف المطيري، دكتور فيصل علي المسلم، مرزوق الغانم، عادل الصرعاوي، الدكتور محمد الكندري، علي فهد الراشد، سيد حسين القلاف، محمد براك المطير، علي العمير، احمد عبد العزيز عبد المحسن المليفي، محمد عبد الله العبد الجادر، عبد الله الرومي، رجح جيلان المطيري، دكتور وليد مساعد طبطبائي، مخلد راشد العازمي، دكتور حسن عبد الله جوهر. موافقة. تفضل أخ نائب رئيس الوزراء وزير الدولة شؤون مجلس. آسف سيد الرئيس، بس يا ريت في أعتقد يمكن الفقرة الثالثة أو الرابعة بدل كلمة تلتزم يعني تغير إلى تقدم الحكومة. موافقة. الاقتراح التالي. خلص لكي الأولي هذا. إيه خلص هذا. إيه. السيد رئيس مجلس الأمة الموقر، تحية طيبة، وبعد نحن الموقعون أدناه نقترح التوصيات التالية: الاستفادة من الكوادر الطبية، أطباء، صيادلة وتمريض من فئة غير محددي الجنسية في وزارة الصحة، خاصة مع هذا النقص الشديد في الكوادر الطبية. مقدم الاقتراح دكتور حسين قويعان،
دكتور محمد سليمان رشيدي، مرزوق الحبيني، فهد الميع، جابر المحيلبي، عبد الله راعي الفحمه، مخلد راشد العازمي، دكتور حسن عبد الله جوهر. موافقه. اخر اقتراح، والحقيقه يعني ان شاء الله هذا يكون ختامها مسك، تفضل. وارجو الانتباه يا اخوان، ارجو الانتباه. السيد الفاضل رئيس مجلس الامه المحترم، تحيه طيبه. وبعد نتقدم نحن الموقعين ادناه بطلب تكليف بعض لجان المجلس وفق الكشف المرفق بشان بعض المشاريع والاقتراحات بقانون، على امل ان ينظر بها المجلس خلال دور الانعقاد القادم، وذلك وفق التواريخ جلسات الجلسات المحدده لذلك. مقدم الاقتراح عبد الله الرومي، عادل الصرعاوي، ناصر الصانع، عبد الواحد العوضي، علي فهد الراشد، محمد جاسم الصقر، محمد عبد الله العبد الجادر، صالح محمد الملة، احمد لاري، مرزوق الغانم، دكتور علي العمير، دكتور علي الهاجري، دكتور فيصل المسلم، احمد عبد المحسن المليفي. مشروع القانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 35 لسنه 1978 في شان ايجارات العقارات. تاريخ الجلسه 26/11/2008. 2. مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنيه والتجاريه الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنه 1980 والقانون رقم 51 لسنه 1984 في شان الاحوال الشخصيه، عن الاقتراح باضافه مواد جديده الى القانون رقم 51 في شان الاحوال الشخصيه. مشروع قانون بشان تنظيم اجراءات دعاوي النسب وتصحيح الاسماء بتاريخ جلسه بتاريخ 13/1/2009. الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 49 لسنه 1996 بشان رعايه المعاقين بتاريخ 30/12/2008. اقتراح بقانون تجريم السحره والشعوذه، ومشروع قانون في شان انشاء هيئه سوق المال كذلك في تاريخ 30/12/2008. الاقتراح بقانون بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم الشركة الكويتية للتأمين الصحي الشركات الصحية، تنظيم برامج وعمليات التخصيص الخصخصة. مشروع قانون في شأن العمل في القطاع الأهلي بتاريخ 28/10/2008. 4. القانون رقم 234 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية. مشروع قانون في شأن الشركات التجارية. مشروع قانون بشأن تنظيم الوكالات التجارية بتاريخ 25/11/2008. 5. مشاريع قوانين الإصلاح الإداري بشأن تنظيم استعمال أسلوب المقابلة الشخصية، التعيين في الوظائف العامة، التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، التعيين في الوظائف القيادية في الدولة، منع تضارب المصالح. مشروع القانون بشأن المناقصات العامة بتاريخ 16/12/2008. 6. الاقتراحات بقوانين في شأن الكشف عن الذمة المالية. الاقتراحات بقوانين في شأن المحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها. اقتراح بقانون إنشاء هيئة الأغذية. اقتراح بقانون هيئة مكافحة الفساد بتاريخ 11/11/2008. 7. اقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء. مشروع قانون في شأن التسجيل العقاري بجلسة بتاريخ 27/1/2009. 8. مشروع قانون في شأن تنظيم تداول معلومات ووثائق الدولة بتاريخ 10/2/2009. 9. مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب. الاقتراح بقانون بشأن تأسيس شركة مترو الإنفاق. مشروع قانون حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال أسلحة كيماوية بتاريخ 3/3/2009. 10. هيئة الاتصالات بتاريخ 27/3/2009. إن شاء الله. تفضل عدنان عبد الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للأخ الرئيس. الحقيقة هذا الموضوع معناته وضع برنامج زمني لمجلس الأمة في الدورة القادمة، ووضع أولويات،
وإحنا سبق قلنا إن مو معقولة الأولويات تقر بخمس دقائق بدون ما ندرسها ونشوفها. فأرجو من الأخوان اللي فعلا تقدموا بهالاقتراح يسحبونه، يعني هذه معنات جدول كامل لدورة قادمة. فأنا أقترح الأخ الرئيس، خاصة إن الآن إجازة الصيف وفي أشياء شهر 11 راح تقدم، فأنا أقترح أن يحال الموضوع إلى لجنة، إما لجنة تنسيقية مع مكتب المجلس أو إلى لجنة مختصة لدراسة هذه الأولويات. ولكن من الخطأ الجسيم الأخ الرئيس إقرار هذه الأولويات في خمس دقائق إحنا لا نعرف عنها. شكرا الأخ الرئيس. إن شاء الله. تفضل أخ عادل سرعاوي. شكرا الأخ الرئيس، ويعني بالشكر ايضا موصول الاخ سيد عدنان عبد الصمد. لكن للذاكره الاخ الرئيس، هذه الاولويات تم اقرارها في دور انعقاد الماضي في المجلس في وسط التشريع السابق، وايضا اقرت بنفس الاليه وبنفس الطريقه. هناك مجموعه قوانين مدرجه على جدول اعمال المجلس، وهناك بعض القوانين كانت تمثل اولويه لبعض الكتل السياسيه الكتل داخل المجلس، وبالتالي اخذت في الاعتبار وعدت هذه الوثيقه. انا الان امامي الاخ الرئيس الوثيقه اللي اقرها المجلس بنفس الاليه في دور انعقاد الماضي، وبالتالي الان اقرار هذه الاولويات لا يعني ان هناك شيء جديد. هذا من جانب. من جانب اخر، سبق للمجلس ان اقر جدول اعمال للجان لدور انعقاد كامل. هذا العام سويناه، وقلت العام سويناه، واللي قبله سويناه، وبالتالي الان اللجان مطالبة منها حسب المواعيد المقترحة أن تعد تقاريرها بهذه. إذا اللجنة ترى أن والله هناك حاجة إلى مزيد من الوقت تطلب التأجيل. أما إذا كان يعني بعض الأخوان وأقدر وجهة نظرهم عندهم اعتراض على قانون معين، ويمكنه يكون قانون الإيجارات، نقدر وجهة نظرهم، لجنة تطلب تأجيل، نأجل الموعد ماله. لكن كثير من القضايا، هيئة سوق المال، لجنة المناقصات، قانون الشركات، قوانين عدت فيها تقارير وفيها موافقة حكومية نيابية عليها. وبالتالي الأخ الرئيس، أنا أقدر وجهة نظر السيد عدنان عبد الصمد والأخوة يمكن المعترضين على هذا الموضوع، أنا أتمنى أن يوافق عليه المجلس. هاي تمثل تواريخ مبدئية، على الأقل نوصل رسالة للشارع بأن هناك أولويات للمجلس تأكيدا لما سبق أن مشينا عليه. وبالتالي إذا كان هناك أي اقتراحات للتعديل أو الإضافة، أنا أعتقد هذه قضية مرحب فيها، وبداية دور انعقاد كل لجنة بإمكانها أن تقدم ما ترى من تحديد. لكن لنوصل رسالة للشارع بأن نحن استلمنا رسالتكم، نحن نترجم هذه الرسالة بهذه الأولويات، وأتمنى المجلس الموافقة عليها. شكرا لك. شكرا يا أخ. أنا بس بذكر الأخ عادل باللحظة عدنان، المرة اللي فاتت كل اللي سويناه أن أحلنا كل هذه الاقتراحات والأولويات المطلوبة إلى مكتب المجلس، وأيضاً استلمنا من الحكومة ما لديها من أولويات، وتم التنسيق في مكتب المجلس مع الأخوة الزملاء، وتم تقديم برنامج يشمل الجميع. فإذا ما عندكم مانع نسوي نفس الطريقة، نحيلها المكتب المجلس. تفضل عدنان قبلك. شكراً الأخ الرئيس. أنا أتفق تماماً مع الأخ عادل بأن وضعت أولويات بالآلية الآن اللي أقرت، ولكن أسأل هل طبقت تلك الأولويات؟ إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، يعني الأولويات اللي أقرت بهذه الآلية لم تطبق. والقضية ليس فقط قانون الإيجارات الأخ الرئيس اللي تتفضل فيه، أنا أتفق وياك إن فعلا يجب أن يدرس الموضوع من خلال مكتب المجلس بالتنسيق مع الأخوة النواب، ولكن مو اقرأ حتى الأخوة الموقعين على هذه الأولويات في هذه الجلسة وقعوا عليها. أخ عدنان، أنا أتصور يحال إلى مكتب المجلس مع التنسيق مع النواب عدنان، لأن خطة عمل للدورة القادمة. شكرا الأخ الرئيس. ليس أمامي إلا أن أطرح الموضوع عليكم. أنا واجبي أدير الجلسة وليس أن أتدخل فيها، ولكن أبديت بس الملاحظة اللي عادل بالإجراء اللي تم بالسابق. الآن أمامي حاضر علي، حاضر جايك علي قبلك. لحظة علي قبلك. يا أخوان، اللي أمامي اقتراح مقدم محدد. إذا فتحنا الآن باب النقاش من خلال نقاط نظام ما راح نوصل نتيجة. فعندكم الآتي، يا أن يقبل هذا الشيء أو يرفض، فبطرحه للتصويت. الموضوع اللي تتكلمون عنه يختلف. لحظة علي، بطرح الموضوع للتصويت بنهيه،
الموافق على الاقتراح يرفع ايده. موافق يرفع ايده على خلني اصوت. حاضر. الموافق على خلني اصوت. الموافق على الاقتراح يرفع ايده. الموافق يرفع ايده. ها سبعة من 46 عدم موافقة وترفع الجلسة لمدة نص ساعة وسنعود للجلسة الختامية. بسم الله الرحمن الرحيم. تتح الجلسة وتتلى أسماء الأعضاء ثم أسماء المعتذرين عن جلسة اليوم ثم أسماء القائبين عن الجلسة الماضية دون إذننا واختار. أحمد حاجي لاري حاضر. أحمد عبد المحسن مليفي حاضر. أحمد يعقوب باقر حاضر. بدر فهد لدويلة حاضر. جابر خالد الصباح حاضر. جابر سعد العازمي حاضر. جابر مبارك الصباح حاضر. جاسم محمد الخرافي حاضر. دكتور حسن عبد الله جوهر حاضر. حسين علي القلاف حاضر. دكتور حسين قويعان المطيري حاضر. حسين ناصر الحريتي حاضر. خلف دميثير العنزي حاضر. رجح جيلان المطيري حاضر. روضان عبد العزيز الروضان حاضر. سعد علي الرشيدي حاضر. صالح احمد عاشور غير موجود. صالح محمد الملا حاضر. صباح الخالد الصباح حاضر. دكتور ضيف الله فضيل برمية حاضر. عادل عبد العزيز السرعاوي حاضر. عبد الرحمن خالد الغنيم حاضر. عبد العزيز حمد الشايجي حاضر. عبد اللطيف عبد الوهاب العميري حاضر. عبد الله حشر البرغش حاضر. عبد الله فالح راعي الفحمة حاضر. عبد الله يوسف الرومي حاضر. عبد الواحد محمود العوضي حاضر. عدنان سيد عبد الصمد حاضر. عصام سلمان الدبوس حاضر. دكتور علي حمود الهاجري حاضر. علي سالم الدغباسي غير موجود. دكتور علي صالح العمير حاضر. علي فهد الراشد حاضر. علي محمد البراك حاضر. دكتور فاضل صفر علي حاضر. فهد هيسان ميع حاضر. دكتور فيصل علي المسلم حاضر. فيصل محمد الحجي حاضر. مبارك محمد الوعلان حاضر. محمد براك المطير حاضر. محمد جاسم الصقر حاضر. دكتور محمد حسن الكندري حاضر. دكتور محمد حسين محمد سليمان الرشيدي حاضر. دكتور محمد صباح السالم حاضر. محمد عبد الله العبد الجادر حاضر. محمد عبد الله العليم حاضر. محمد فالح العبيد حاضر. دكتور محمد هادي الحويلة غير موجود. محمد هايف المطيري حاضر. مخلد راشد العازمي حاضر. مرزوق علي الغانم حاضر. مرزوق فالح الحبيني حاضر. مسلم محمد البراك حاضر. مصطفى جاسم الشمالي حاضر. دكتور موضي عبد العزيز الحمود حاضرة. ناصر محمد الأحمد الصباح حاضر. دكتور ناصر جاسم الصانع حاضر. ناصر فهد الدويلة حاضر. نورية صبيح الصبيح غير موجودة. دكتور وليد مساعد طبطبائي حاضر. أسماء السادة الأعضاء المعتذرين عن عدم حضور جلسة يوم الخميس الموافق 26/6/2008: السيد العضو أحمد عبد العزيز السعدون، السيد العضو دكتور جمعان ظاهر الحربش، السيد العضو خالد سلطان بن عيسى، السيد العضو عبد الله مهدي العجمي. في اقتراح يتلى عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقترح نحن الموقعين أدناه بأن يحال اقتراح الأولويات المقدم من الأخوة الأعضاء إلى مكتب المجلس بالتنسيق مع الحكومة لإقرارها وإحالتها حسب الجدول المعد لجلسات المجلس إلى اللجان المختلفة لإعداد تقاريرها وتقديمها حسب الجدول المعد
على أن تقوم اللجنة التشريعية بالاستعجال في إحالة التقارير الجاهزة إلى اللجان المختصة مع بداية العطلة البرلمانية، ولمكتب المجلس الاستعانة بمن يراه من الأعضاء. مقدم الاقتراح عادل الصرعاوي، عبد الله الرومي، أحمد لاري، دكتور فيصل مسلم، ناصر الصانع. موافقة. عدنان سيد عبد الصمد. في شيء ثاني ماكو. يتلى البند الأول من جدول الأعمال. التقارير الختامية لجان المجلس. أولاً التقرير الختامي للجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري. يا أخوان، في عندي 20 تقرير للجان وتم توزيعه على حضراتكم في المجلس الماضي نتيجة لازدياد عدد اللجان. تم الاتفاق على أن تثبت التقارير اللجان في المضبطة دون تلاوتها اكتفاء بالتوزيع، فليوافق المجلس على الاكتفاء بتثبيتها بالمضبطة وتوزيع على أعضاء دون تلاوة. موافقة. موافقة. البند التالي. كلمة سيد رئيس مجلس الأمة المحترم بمناسبة اختتام دور الانعقاد العادي الأول من فصل التشريعي 12. بسم الله الرحمن الرحيم. سمو رئيس مجلس الوزراء المؤقر، الأخوات والأخوة أعضاء مجلس الأمة الأفاضل، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أطيب تحية وأرحب بكم جميعا في الجلسة الختامية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي 12 لمجلس الأمة، الذي اقتضت الظروف والإجراءات الدستورية أن تكون مدته أياماً معدودة، ولكنه رغم ذلك اتسم بنشاط ملحوظ في جلسات المجلس واجتماعات لجانه المختصة. لقد استهل هذا الدور بالنطق السامي الذي تفضل به حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله، والذي تضمن حكيم القول وسديد النصح والتوجيه. أكد فيه سموه على دعمه لمسيرتنا الديمقراطية، وعلى ضرورة أن نصونها من الشوائب والعثرات لتكون عنواناً لحاضر مشرق تنعم فيه الكويت بالأمن والاستقرار، وينعم فيها شعبها بالحرية والرفاه والازدهار. وقد عقب ذلك الخطاب الأميري الذي تضمن التوجيهات العامة والرؤية المستقبلية لأهم القضايا والشؤون العامة للبلاد، وقد أولى المجلس الاهتمام اللازم للخطاب وبحث مضمونه وحاله للجنة المختصة. ويتطلع مجلس الأمة إلى أن تبادر الحكومة بتقديم برنامج عملها في أقرب وقت وفقاً للمادة 98 من الدستور لترجمة مضمون الخطاب الأميري وتوجهاته إلى واقع عملي. كما يتطلع المجلس إلى أن يكون هذا البرنامج واقعي الأهداف، واضح التوجهات، محدد الأولويات، فيكون قاعدة صلبة لتعاون دستوري بناء بين السلطتين. وعلى الرغم من قصر مدة هذا الدور، فقد بلغ عدد الاقتراحات بقوانين المقدمة للمجلس خلاله 90 اقتراحاً بقانون، وبلغ عدد المراسيم بقوانين 15 مرسوماً بقانون، في حين بلغ عدد الاقتراحات برقبة 28 اقتراحاً و217 سؤال، وبلغ عدد مراسيم استرداد مشاريع القوانين 13 مرسوم. إن هذا الفصل التشريعي هو أول فصل ينتخب فيه مجلس الأمة على أساس نظام الدوائر الخمس بما له وما عليه، ولا بد أن نحرص على أن تكون نتائجه لصالح الكويت ووحدة شعبه
فقد اختار الشعب الكويتي ممثليه ليعبروا عن تطلعاته ويحققوا طموحاته نحو الاستقرار والتنمية والعيش الكريم، وليؤكدوا ثوابتهم في الوحدة والتكاتف والاحترام المتبادل، ويحق علينا جميعاً واجب الوفاء لكل ذلك، كما يحق علينا اليوم أن نستذكر بالاعتزاز والمحبة فقيد الكويت الكبير سمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مستقره ومثواه، الذي أفنى عمره في خدمة الكويت وأهلها. وفي الختام أتوجه لأخي سمو رئيس مجلس الوزراء وأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية بجزيل الشكر على ثقتكم وحسن تعاونكم، وأتمنى للجميع إجازة سعيدة هانئة نستريح بها من عناء الأيام الماضية، ونجعل من بعض أيامها فرصة للتأمل والتقييم والمراجعة، ونأتي بعدها إخوة متحابين لنمضي قدماً لأداء واجبنا التشريعي والرقابي على أكمل وجه يليق بما حمله لنا الشعب الكويتي الكريم من ثقة لبناء الكويت، كويت المستقبل. وأسأل علي القدير أن يديم على الكويت وشعبها نعمة الأمن والأمان، ويرحم شهداءنا الأبرار، ويعيننا جميعاً على أداء مهامنا في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البند التالي. البند التالي كلمة الحكومة بمناسبة اختتام دور الانعقاد العادي الأول من فصل التشريعي 12. سمو رئيس مجلس الوزراء. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر، الأخوة الأعضاء مجلس الأمة المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني في هذه الجلسة الكريمة التي يختتم بها مجلسكم الموقر دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي 12 أن أتوجه بخالص الشكر وعظيم الامتنان لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهم على الدعم المتواصل بالتوجيهات السامية والآراء السديدة في حمل أمانة المسؤولية ودفع مسيرتنا التنموية ونحو المزيد من المكاسب والإنجازات. كما يطيب لي في هذا المقام أن أعرب لكم باسمي وباسم أخواني الوزراء عن أخلص المشاعر وأصدق التمنيات، وبرغم قصر المدة هذا الدور البرلماني مع دخول مرحلة جديدة في ممارستنا الديمقراطية رسمتها الإرادة الشعبية في إطار قانون الانتخابات الجديد، فإن الأمل يملأ صدورنا ونحن على تعاون بإذن الله في بلوغ ما نطمح إليه من مقاصد وآمال. الأخ الرئيس، الأخوة الأعضاء، لعلها فرصة ثمينة أن تشهد العطلة البرلمانية من الجميع مراجعة موضوعية وتقويمية لمجريات الأمور التي سادت الساحة المحلية في الآونة الأخيرة، وذلك في إطار رؤية وطنية جامعة وآليات عمل مشتركة في ظل توجهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه ونصائحه السديدة التي وردت من نطق السامي في افتتاح دور الإنقاذ الحالي. نهتدي في إطارها ما نكرس به وحدتنا الوطنية ونحقق بها الوسائل التي تضمن لنا البعد عن كل ما قد يعرقل الجهود ويعطل التجسيد المنشود
من إنجازات التي يعقدها علينا المواطنون والحكومة، إذ ترحب بكل توجه إيجابي في هذا الاتجاه، فإنها لن تدخر وسعا للعمل معا على إرساء سبيل واقعي ونهج بناء في إحداث النقلة النوعية المطلوبة بتفعيل الشراكة الحقيقية في القرار والتبتعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، رأينا جميعا في ذلك الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة والإعراف والتقاليد البرلمانية العريقة والتي تصب في تكريس دولة القانون والمؤسسات التي نطمح إليها. الأخ الرئيس، الأخوة الأعضاء، إن الكويت بخير وستبقى كذلك بإذن الله طالما بقيت عند أهلها، هي أولاً وهي أخيراً، وهي الأمانة الجليلة في وجدان كل منا، القوة الذاتية والسيادة المطلقة والحرية المسؤولة والديمقراطية الرائدة والوحدة الوطنية الجامعة لأبناء هذه الأرض الطيبة، على التآخي والتعاون والفزعة والتضحية والعمل المتواصل من أجل حاضر زاهر وغد واعد بإذن الله. إنه قدرنا وخيارنا أن نعمل لتجسيد هذه الأمانة وبلوغ المراد من الغايات، وإننا إذ نتطلع إلى تحقيق هذا التعاون المنشود، فإنه لا يسعنا إلا أن نتوجه بأصدق التمنيات لكم جميعاً رئيساً وأعضاء المجلس الموقر وأمانة ومستشاريه وجميع العاملين فيه ووسائل الإعلام بقضاء إجازة سعيدة وعودة سالمة مع بداية دور العقاد الثاني، نلتقي بحوله على الخير إن شاء الله لممارسة مسؤولياتنا والعمل معا على ترتيب الأولويات وتنظيم الجهود ومتابعة مسيرة بناء دولتنا العصرية المتقدمة. ولا يسعني إلا أن أستذكر فقد فقدنا سمو الأمير الوالد رحمه الله الرابع عشر الشيخ سعد عبد الله السالم الصباح، أسكنه الله فسيح جناته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع كلمتنا على الهدى ويسدد خطانا دائما لما فيه مصلحة الكويت الغالية وشعبها الوفي، بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سمو الرئيس. يتلى مرسوم فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني عشر. مرسوم رقم 160 سنة 2008 بفض دور العقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني عشر لمجلس الأمة، بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم رقم 125 لسنة 2008 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني عشر، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي: مادة أولى، يفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني عشر لمجلس الأمة اعتباراً من نهاية جلسة يوم الخميس 22 جماد الآخرة سنة 1429 الموافق 26 يونيو 2008. مادة ثانية، على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم وإبلاغه إلى مجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، رئيس مجلس الوزراء ناصر محمد الأحمد الصباح، صدر بقصر السيف في 20 جماد الآخرة 1429 الموافق 24 يونيو 2008. شكراً. وقبل أن أرفع الجلسة، وزع على حضراتكم جدول ومواعيد جلسات دور الانعقاد العادي الثاني، ونأمل الموافقة عليها. والموافقة
الجلسة الافتتاح بإذن الله ستكون في 21 أكتوبر. كل عام وأنتم بخير وترفع الجلسة.